كده بس اطمن السكرين شيرد عندكم واضحة. تمام واضحة كده ريكورد عندك السكرين؟ ايوه واضحه يا دكتور. طب تمام جدا. طيب النهاردة هنتكلم على مجموعة من الأمراض، مش حاجة واحدة بس، هي اسمها idiopathic inflammatory myopathies. تمام. طبعا أول حاجة هتيجي في دماغنا وإحنا بنتكلم الاثنين القامن المشهورين قوي، البولمايسايتس والدرماتومايسايتس، بس واحنا بنشرح هنعرف اللي فيه كذا تايب تاني احنا لازم نكون اورينتد بيهم جدا واحنا بنكشف على حاله جايه لي بمصر بيكنس. تمام. طيب مين هم الايديوباثيك انفلاماتوري مايوباثيز؟ هيتروجينس جروب اوف انفلاماتوري مايوباثيز. خلي بالنا يا جماعه اللي هو انفلاماتوري مايوباثيز، عشان في حاجه اسمها مايوباثيز تانية نون انفلاماتوري اللي هي كنا بندرسها في النيوروسايكاتري، اللي هي زي الحاجات اللي بتأثر على الماسلز ما يكون جيناتيك كوز فيها من غير ما يكون فيها انفلاميشن. انا بتكلم على الانفلاماتوري علشان دي اوتو اميون او اميون ميديتد. ايه اميون ميديتد ماسل انجري، هم كلهم كومن فيتشر فيهم. المجموعه اللي احنا هنقولها دي كلها الكومن فيتشر فيهم اللي هي عندهم اميون mediated muscle injury. تمام. فده الاول، ده العنوان الكبير بتاعي. بحب افكر من الاول خالص ان انا عندي انواع من الماسلز في الجسم. طبعا اكتر حاجه بتتاثر في الاميون mediated هم السكيلتال ماسلز. تمام. بس انا في الباك جراوند انا عندي كارديك ماسل وعندي سموث ماسل. تاني انبه بس لو حد فتح المايك يقفله بعد اذنكم. تمام. يبقى أنا عندي ثلاث أنواع من الماسلز علشان ده هيديني الكلينيكال برزنتيشن أبقى أورينتد قوي، اللي هي مش جاية لي بس بسكيلتال ماسلز، لا ده ممكن يكون كمان في سموث ماسل وفي كاردياك ماسل باثوجينيسيس حاصلة وممكن يجولي بالبرزنتيشنز دي. دي أول بوينت أنا لازم أنبه عليها في أول المحاضرة. طب تاني بوينت، مش بس المايو فايبرز هي اللي بيحصل فيها الباثوجينيسيس، في حاجه مهمه جدا جدا وهي الكابيلوري. تمام. الكابيلوري دي ليها دور مهم جدا 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 في الباثوجينيسيس كسايت للباثوجينيسيس للانفلاماتوري مايوباثيز، وهنشوف ازاي. فالسلايد دي بتحط لنا رولز احنا هنمشي عليها في السلايد الجايه ان شاء الله. طيب زي ما احنا عارفين اي اوتو اميون ديزيز في عندنا 3 فاكتورز لازم يكونوا موجودين مع بعض علشان يطلع لي الاوتو اميون ديزيز ده ان جنرال. مين هم؟ اول حاجه لازم يكون عنده جينيتك بريديسبوزيشن، يعني عنده جينز معينه تخليه لايبل اللي يحصل له اوتو اميون ديزيز، ومعاها immunological ميكانيزم حصلت في اوتو اميونيتي حصلت في الجسم. تمام. لسبب ما. وتيجي معايا الانفايرمنتال فاكتورز او تريجرنج فاكتورز، هي دي اللي تخلي الاوتو اميون ديزيز يظهر على العيان. علشان كده لو الثلاثه دول ما اجتمعوش العيان او العيانه مش هيبرزنت بالمانيفستيشن. عشان كده برضو في حاجات تظهر بدري في سن صغير، وفي حاجات تظهر عند الاربعينات، وفي حاجات تظهر عند الستينات. دي كلها ليه؟ لان الثلاثه دول لسه ما اجتمعوش بالنسبه للمرض الفلاني. اول ما الثلاثه دول يجتمعوا، وخصوصا التريجرنج فاكتورز اللي بتانيشيت المانيفستيشنز وبتطلعها لي، يظهر لي الاوتو اميون ديزيز. تمام. ده ان جنرال في اي اوتو اميون ديزيز لازم يكون عندي 3 فاكتورز دول ولازم ابقى اورينتد بيهم. طيب ليه ابقى اورينتد بيهم؟ ليه؟ وليه انا ابقى اورينتد بالباثوجينيسيس نفسها؟ ليه دايما بتكلم او انا بهتم جدا في الديزيزز وانا بشرحها اللي انا نشرح شويه ونقعد نتكلم كتير في الباثوجينيسيس؟ لثلاث اسباب. اول حاجه لما اعرف السبب، اعرف الكوز او اعرف فين الديفكت، انا ممكن امنع ظهور المرض من الاول خالص. يعني لو وصلت اللي فيه جينيتيك predispositions معينه موجوده
في الديزيز ده او في الفاميلي دي، او العيان دوت الفاميلي بتاعته فيها الجينز دي، فدول لايبل ان هم يحصل لهم الديزيز الفلاني. فممكن من بدري ادخل بقى بجين ثيرابي اللي هي الحاجات بتاعه البايوكيمستري والبيولوجي، وامنع اصلا ظهور المرض. دي ستيب ايه ريسيرش شويه، و يعني للفيوتشر عامه. تمام. تاني حاجه، انا وانا بشوف الباثوجينيسيس دي انا بيطلع لي سايتوكاينز وموليكيولز وحاجات معينه هي السبب في الباثوجينيسيس. فانا لو عملت لها ديتكشن بدري بانفستيجيشنز معينه، فانا ممكن اعمل ايرلي دايجنوزس للاوتيميون ديزيز. وما اعمل ايرلي دايجنوزس هعمل ايرلي تريتمنت، فهمنع العيان اللي هو يدخل في الدامج ستيج. تمام. ثالث سبب، ان انا لما اعرف ايه السيتوكاينز او ايه الحاجات اللي بتحصل والباثوجينيسيس اللي بتحصل لما اتارجت ذس باثوجين او ذس سيتوكاين بتريتمنت، يبقى انا هقدر اعمل تريتمنت للديزيز وهمنع برضو الدامج. بليز ميوت يا جماعه كلكم بعد اذنكم، اي حد جوين يعمل ميوت للمايك بعد اذنكم. تمام. طيب فدي يا جماعه حاجه جنرال، ليه انا بتكلم على باثوجينيسيس وليه بنتكي ان انا لازم اعرف باثوجينيسيس. اوكي. معلش حد عامل نويز بالمايك؟ تشيك كلكم اللي انتوا عاملين ميوت بعد اذنكم. اوكي. اما بقى بالنسبه للانفلاماتوري مايوبسيس عندنا دي، هم موجود فيها 3 فاكتورز اللي هي الجينيتك فاكتور، تمام، والميونولوجيكال فاكتور والتريجرنج فاكتورز، ومعايا حاجه اسمها نون ايميولوجيكال ميكانيزمز كمان، وهنشوف الكلام دوت في السلايدز الجايه. الاربعه دول مع بعض بيعملوا ماسل دامج. اوكي انا هشوف مين اللي مش عامل ميوت عشان عامل لي انا نويز الصراحه. ساميه عثمان، دكتوره ساميه، تمام، سوري فور انتربشن. فالباثوجينيسيس ميكانيزمز دول لازم الاربعه دول يجتمعوا، او على الاقل الثلاثه دول يجتمعوا عشان يوصلني للماسل دامج اللي هو الكومن فيتشرز زي ما احنا اتفقنا في الجروب اللي انا هنتكلم عليها النهارده. اوكي تمام. طيب نيجي نتكلم بقى بشكل مفسر شويه، هندخل واحده واحده كده في الباثوجينيسيس مع بعض. الفيجر ده بيبين لي ايه؟ ان الموضوع بيبدا من هنا، اللي عندي جينيتك بريديسبوزيشن، حصل انفايرمنتال فاكتور زي انفكشن او وات ايفر اللي حصل، تمام، الاثنين دول عملوا ستيميوليشن للانيت اميونيتي علشان هو عنده جينيتك سستبتابيليتي. الانيت اميونيتي دي مش هتبقى الانيت اميونيتي العاديه اللي بيجي لي العادي، انا بيجي لي انفكشن فانا الاميونيتي بتاعتي بتعمل الريسبونس المعقول اللي بيخلصني بالباثوجينيسيس. لكن عشان البيشنت ده عنده جينيتك سستبتابيليتي، فهو عنده الانيت اميونيتي هتبقى اكسجريتنج هي والادابتيف اميونيتي، تمام، فهيظهر لي الاوتوميون ديزيز وهيظهر الاوتو انتيبادز اللي هتعمل لي مشاكل في الديزيزز. طيب بالنسبه هنا للانفلاماتوري مايوبسيس ايه اللي بيحصل؟ بيحصل ميجر هيست كومباتيبلتي اب ريجوليشن، ده اول ما الانيت اميونيتي بيحصل لها ستيميليشن. السيلز اللي بتاعت النيوت اميونيتي بتطلع انترفيرن وبتطلع سايتوكاينز، وبيحصل الستيج المهمه جدا 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 في المرحله دي وهي الفاسكولوبسي. عشان كده انا في اول سلايد قلت لكم خلي بالكم ان الكابيلاري از ا سايت اوف ذا باثوجينيسيس نوت ذا ماسل فايبر بس. الفاسكولوبسي دي هتديني بعد كده سكان مانيفستيشنز، وهتديني الماسل نفسها هيحصل لها اسكيميا عشان الماسل البلاد فيزلز السبلاينج ذا ماسل فايبرز حصل لها دامج، فادى برضو الى المايو فايبرز دامج. تمام. فالمرحله الاولانيه بيحصل فيها الفاسكولوبسي، وبعد ما يحصل ستيميليشن النيت اميونيتي باي ذا رول بتاعتها اللي هي هتعمل ستيميليشن للتي سيل اند دي سيل، وتحصل مرحله الاوتو انتي بودي برودكشن. مع الاستيميليشن بتاعت الانيت اميونيتي بيحصل حاجه اسمها نان اميون ميكانيزم، تمام، بتزيد حاجه اسمها رياكتيف اوكسجين سبيشيز، دي بتظهر لما يكون في دامج سكين، فالاكسجين
او السبيتشز دي بتبقى اكتر من الابيليتي بتاعه المسلز عشان تعمل انتي اوكسيدنت افكت، فتبقى دامجبل للمسل فايبر، والاندوبلازميك ريتيكولم بيحصل لها ستريس فتطلع unfolded proteins. ال unfolded proteins دي الترول بتاعها برضو بتروح تعمل stimulation بي سيل عشان تطلع الاوتو انتيبادز. بيحصل حاجة اسمها اوتوفاجي، يعني ال بيتأثر اللي هو مفروض السيل داس الجسم بيتخلص من البروتينز اللي طالعة، فده بيحصل برضو في defect والبروتينز دي بتفضل وبتبقى عاملة زي pathogen بتعمل stimulation تاني للadaptive immune والinnate immunity. وبيحصل برضو هنا ظهور حاجة اسمها micro RNA. الناس اللي دخلوا في عمليه رسائل دي الايرا الجديدة في معظم الديزيزز اللي فيه مايكرو ار ان اي، باختلاف كل ديزيز ليها اسم معين وليها سايت معين بتبقى ليها كوز برضو او ليها رول في الباثوجينيسيس. وبيحصل حاجه مهمه جدا 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 اسمها الميتوكوندريال انجري. ليه بقول مهمه؟ لان الميتوكوندريال انجري هي ريسبونسبل عن البرودكشن اوف الاي تي بي، والاي تي بي هو اللي بيدي الانرجي للمسل عشان تشتغل. فاول حاجه لما يحصل ميتوكوندريال انجري هيحصل ريديوس للاي تي بي. فيجي العيان يشتكي لي من ايه؟ حد يعرف اول شكوى العيان ممكن يشتكي لي منها بدري قوي؟ موصل كرام، قبل موصل كرام بيحصل له ريديوس للانديورنس. عارفين يعني ايه انديورنس؟ يعني resistant action of the muscle contraction. بمعنى ان انا مش هلاقي العيان بيشتكي من weakness. يعني لما اقول لها امسكي على صباعي مثلا او قوميني في مثلا تعمل flexion of the elbow، قوميني ما تخلينيش افرد دراعك، هي هتعمل الباور وهتجيب لي باور اللي هي عندها الباور بتاعها 5. تمام؟ انتوا الاكزامينيشن بتاعكم بينتهي عند النقطه دي، اللي هي اول ما اجيب الباور اجينست سيفير ريزيستنس يبقى هي الباور بتاعها 5 وخلاص اتجاهل. ليه جايه تقول انا بقيتش اقدر اشيل الحاجات وانا راجعه من الشغل مثلا؟ هقول ساعتها لا، انت المسل بتاعتك جايبه الفول باور. لا، اختبري الانديورنس، اصبري على الاكشن اللي انت بتديه لها لمده مثلا من 15 ل 30 ثانيه وشوفي الانديورنس بتاعتها مكمله بنفس الباور ولا الباور بدات تضعف منها. اول حاجه بيشتكي منها العيان هي الانديورنس، الانديورنس عنده قلت. وعلى فكره الانديورنس مش بس علشان في ماسل فايبرز حصل لها مشكله او الميتوكوندري حصل لها مشكله، لا ده ليها في ديزيز ثانيه ليها نيوروجينيك كوز. فالانديورنس عامه فاي حد يشتكي لكم من ضعف مش قادر يعمل الحركة أو مش قادر يمنتين الحركة، maintenance of the motion أو the action، أحط على طول في دماغي الانديورنس دي مهمة. تمام؟ ولازم أتشك إيه سبب الانديورنس قلت. أوكي؟ فكل الباثوجينيسيس اللي حاصل ده هيعمل لي reduced ATP، هيعمل لي muscle fiber damage وريديوز ذا ماسل ريجينريشن وماسل فايبروزس، ولدرجه ان انا لو في سيفير ديزيز برضو اعمل فات ديبوزيشن وتوصل لي للفيتشر الاساسيه اللي هي الماسل ايه؟ ويكنس. فالفيجر ده بيوريكوا الموضوع من اوله لاخره. معلش هنتعمق بقى في كل ستيج شويه. ثانيه واحده. اول حاجه بتحصل دي الستيج بتاعت الانيت اميونيتي. ايه اللي بيحصل في الانيت اميونيتي؟ ايه الميكانيزم اللي بيحصل؟ في حاجه طبيعيه بتحصل مع المسل اكشن والديستركشن الطبيعي بتاع المسلز ديورينج ذا اكتيفيتيز، زي ما اروح جيم مثلا، زي ما اعمل رياضه، زي ما اكون اتخبطت، الحاجات البسيطه دي. حاجه اسمها دامج اسوشيتد موليكولر باترن، دامج اسوشيتد موليكولر باترن. تمام؟ في الفيسيولوجيكال العادي الجسم بيعرف يتخلص منها تماما من غير اي اثاره للانيت اميونيتي. اما لما بتظهر بشكل باثولوجيكال
من ديد سيل ودامجد سيل، سواء بقى علشان كان في انفكشن، علشان كان في اي حاجه حصل الانسرت بتاعتها او الانفيرمنتال فاكتور اللي عامله لي الموضوع، فبتزيد زياده عن اللزوم جدا لدرجه اللي هي بتعمل لي ستيميوليشن للانيت اميون ايه سيلز اللي هي الانتيجين بريزنتنج سيلز والدنتريتك سيلز والماكروفاج. دي اسمها تول لايك ريسبتورز اللي هي الداخله جوه السيلز دي، هم بيروحوا يمسكوا في التول لايك ريسبتورز دي وبيعملوا ستيميليشن للسيلز عشان تطلع لي البرو انفلاماتوري سايتوكاينز اللي منها الانترفيرون جاما وبيتا والتيومر ريكروزنج فاكتور الفا والانترليوكن 1. تمام، ده كله في اي مرحله يا جماعه؟ في الانترستيشال سبيس. في من ضمن الحاجات اللي بيعملها ستيميليشن برضو الكابيلوري. شوفوا بدري خالص ازاي في الموضوع في الباثوجينيسيس، الكابيلوري دي موجوده في الانترستيشال سبيس، تمام، اللي موجود في المصل، فهنبدا اللي احنا ناثر كمان على الكابيلوريز اللي موجوده اللي بتسبلاي المصل فايبر، فدي هتعمل لها اكلوجن وهندخل في الايه في مرحله الاسكيميا. ده من الاول خالص. او البرو انفلاماتوري سايتوكاينز دي تاني منهم الانترليوكن 1 بالذات بيروح يعمل ستيميوليشن تاني للانترليوكن 1 ريسبتور في الكابيلري ويندوس انفلاماتوري بروسيس تؤدي الى الكابيلري لوس والهايبوكسيا من الايكلوجن بتاع الكابيلري. فبدري جدا بيحصل الفاسكلوبسي اللي انا كلمتكم عليه. اوكي؟ طيب البرو انفلاماتوري سايتوكاينز مش بنقف لحد المرحله دي، لا بتروح على الماي فايبرز، ده اللي تحت ده الماي فايبر بتاع المصل، وبتعمل برضو ستيميليشن لتول لايك ريسبتور على السيل سيرفيس بتاعها، سواء بقى تيومر نيكروزنج فاكتور او هم نفسهم الدامج اسوشيتد مولكيولار باترن دول يعملوا ستيميليشن تول لايك ريسبتور تاني او الانترليوكن 1 ويعملوا ستيميليشن الانفلاماتوري بروسيس انسايد ذا ماي فايبرز. مثال ال ان اف الكابا بي يعمل لنا ترانسكريبشن اوف ام اتش كلاس 1 وسيتوكاينز وكيموكاينز ثانيه تؤدي في الاخر الى انهبيشن للمصل ديفرنشيشن ومصل دامج اند ويكنس. تمام، فده الرول بتاع الانيت اميونيتي. يخلي بالي ان انا عماله اقول سيتوكاينز معينه تي ان اف انترليوكن 1 تي سيل لسه ما جيناش للادابتيف سوري، السيتوكاينز اللي انا بتكلم عليها دي انا بتكلم عليها هنا، فانا ممكن استخدمها في التريتمنت صح؟ لو وقفت اي واحده من دول لديت مثلا انتي انترليوكن 1 هوقف في الباثوجينيسيس هنا. فده اهميه اللي انا اعرف ايه السيتوكاينز اللي طالعه لي في المرحله دي. لو انا عرفت اعمل تارجتنج للسيتوكاينز دي بدري فانا هلحق الباثوجينيسيس من الاول. طب ما لحقتش الانيت اميون رياكشن حصل وحصل ستيميليشن، فانا هيجي على الستيب اللي بعدها اللي هيعمل ستيميليشن للادابتيف اميونيتي. طب الادابتيف اميونيتي ايه اللي بيحصل فيها؟ مهم قوي هنا تو باس ويز. الباس واي اللي فوق ده بتاع الدرماتوميوسايتس، والباس واي اللي تحت بيحصل فيه الميوسايتس. ودايما هتلاقوني بتكلم على الفيجرز الكبار المايوسايتس درماتوميوسايتس، وبقيه الديزيز او الجروبس الثانيه هيبقى ليها شويه كلام كده خاص بيهم هنقوله تحت كل واحده. تمام، طيب الانجين بريزنتنج سيلز في تو انجين بريزنتنج سيلز. بالنسبه للمايوسايتس الانجين بريزنتنج سيل اللي عليها ميجور هيست كومباتيبلتي كلاس 1 هي دي اللي بيحصل لها ستيميليشن، وبتعمل ستيميليشن لسي دي 8 وسي دي 8 دي اللي هي سايتو توكسيك تي سيل، هي على طول دايركت بتروح على الماي فايبر وتعمل له ستيميليشن لكاسكيد اوف انفلاميشن جواه يؤدي في الاخر الى المايو فايبر انجري. فده رابيد باس واي وتارجتد للماي فايبر على طول. يبقى اعرف الباس واي مهم في المايوسايتس المايوسايتس اللي هي بولي مايوسايتس من غير حاجه تكون درما او سكان، بيعمل ستيميليشن لميجر هيستيك كومباتيبلتي كلاس 1، بعمل ستيميليشن للسايتوتكسيك تي سيل وتروح تعمل دايركت افكت على المايوفايبر. طب بالنسبه للباثوجينيسيس الثاني او التراك الثاني اللي بيمشي فيه الانجين سنترنج سيل في مرضى الدرماتومايوسايتس،
بيبقى عندها ميجر هيستو كومباتيبلتي كلاس 2، هي دي اللي بيحصل لها ستيميليشن مع سي دي 4، في كو ستيميليشن بيحصل هنا فيعمل اكتيفيشن للسي دي 4، وسي دي 4 تتحول لتي هيلبر 17 وتي هيلبر 2 وتي هيلبر 1 من خلال سيتوكاينز معينه. التي هيلبر 1 بيطلع الانترفيرون جاما، والانترفيرون جاما ده بيعمل ستيميليشن لماكروفاج ويطلع انذر سيتوكاينز ويروح يعملوا دايركت افكت على المايوفايبر، او التي هيلبر 17 بتطلع سيتوكاينز بتاعتها، والتي هيلبر 2 بتطلع سيتوكاينز بتاعتها عشان يعملوا ستيميليشن للبي سيل اللي بتطلع لي الاوتو انتيبادز. مهم هنا كمان في باثوجينيسيس كمان بيحصل في الكابيلرز هنا، هو الاميون كومبلكس، اللي هي الاميون كومبلكس او الاميون كومبلكس ميديتد فاسكولوباسي او فاسكولايتس، اللي بتعمل لي اكلوجن برضو للكابيلري. تمام، ده نوع من انواع السكندري فاسكولايتس، مش البرايمري اللي انا كلمتكم عليها دي سكندري فاسكولايتس. وعلى فكره سكندري فاسكولايتس از مور كومن ذان ذا برايمري فورمز. تمام، من ضمنها الحاجات اللي بتحصل عندنا في الاوتو اميون ديزيزز حاجه اسمها اميون كومبلكس ايه فاسكولوباسي او فاسكولايتس، ده بيعمل اكلوجن للكابيلرز اللي بتسبلاي المسل فايبر وكمان اللي بتسبلاي السكن، فيطلع لي مانيفيستيشن الديرماتولوجيكال مانيفيستيشن بتاعه الدرماتومايوسايتس والمايوسايتس بتاعه برضو الدرماتومايوسايتس. تمام، يبقى انا عندي هنا تو ويز في الدرماتومايوسايتس، خصوصا الاستيميليشن الاخير بتاع البي سيل، وفي دايركت افكت من في المايوسايتس بس على المايوفايبر من خلال سايت توكسيك تي سيل. برضو انا بتكلم سايت توكسيك تي سيل، تي سيل يبقى انا لو اديت انتي تي سيل ممكن استفيد، لو اديت انتي بي سيل ممكن استفيد، لو اديت كورتيكوسترويد اللي هو بيسبريس كل الانفلاماتوري سيلز هستفيد. فاهمين يا جماعه؟ لو اديت حاجه مثلا جنرال بتشتغل على الاول سيلز زي الميثروكسيت والاميران والسايكوفوسفامايد هستفيد. فلما تلاقوني بقول الحاجات دي في تريتمنت هتستغربوا؟ حد يرد عليا؟ لا مش هنستغرب طبعا. ماشي، فالباك جراوند بتاعت الباثوجينيسيس لازم تبقى اورينتد بيها علشان التارجت ثيرابي تبقوا فاهمين انا ليه اخترت ده، اشمعنى ده اللي جربوه، اشمعنى ده اللي بيسعوا وراه يعني. تمام، فابقى فاهمه الباثوجينيسيس لا في رول للسيتوكاين الفلاني داخل الديزيز ده. تمام، الناس اللي بيسمعوني من الماستر انا مش هطلب منك باثوجينيسيس في الامتحان، تمام، بس هطلب منك تريتمنت. فلما اقول لك ليه قولي عشان ليه رول في الباثوجينيسيس، لكن ليفل الدكتوراه لا، انا ممكن اقول لك قولي باثوجينيسيس اوف درماتومايوسايتس اند مايوسايتس او الانفلاماتوري مايوسيس، فانتم مطالبين ان انتم تذكروا كل الديتيلز اللي انا عمال اقولها لكم دي. تمام، ففي في ليفلز في الاسئله على حسب كل ديجري ماستر او دكتوراه، بس انا ان جنرال انا بحب الكل يكون فاهم من اول النواب الصغيرين، لازم تبقوا اورينتد ومتفتحين من اول الباثوجينيسيس بتاع الديزيز، ما تروحوش دايركت على الكلينيكال بيكتشر، في حاجات كتير هتمس منكم، حاولوا تاخدوا الموضوع من البيز. ده فيجرز، هنتكلم عن فيجرز بس بتلخص الموضوع تاني، دي الانيت اميونيتي ودي النون اميون ميكانيزم. ده برضو بيشرح لكم الدامج مولكيولز دي بتعمل ستيميليشن ان اف كابا بي باسوي وبيعمل لي برو انفلاماتوري سايتوكاينز، ودي الاوتوفاجوزوم اللي بيأثر على الاوتوفاجي وبيطلع لي انفولد بروتينز، وهي بدورها تعمل ستيميليشن لل الاندوبلازميك ريتيكولم اللي بتطلع انفولد بروتينز برضو، وتروح تعمل ستيميليشن للبي سيل زي ما انا قلت لكم قبل كده، او كمان بتاثر على الكاسبس اكتيفيشن، او الكاسبس ده اللي هو الباس واي بتاع الابابتوزس. عارفين الابابتوزس اللي هي السيل ده؟ عارفين الابابتوزس يا دكاتره؟ يا دكتور عارفين. اوكي، الابابتوزس ده من الحاجات برضو اللي هي بتعمل باثوجينيس، اللي هو ديفكت في الابابتوزس او في التخلص من السيل بارتكلز بعد الابابتوزس العادي، فيعمل لي اميون رياكشن. تمام، ده كله بيأثر مع طبعا الهول مارك بتاعي اللي هي الميتوكوندريال ميتابوليزم ديس فانكشن، اللي بيؤدي الى الانرجي ديكريز الانرجي برودكشن، ويظهر لي في صورة ويكنس بدري او ضعف في العضلة او عدم قدرة في العضلة من بدري، كل دول يؤدوا الى المصل ويكنس والفاتيج اللي العيان بتشتكي منها بدري.
وبرضو نفس الفيجر يوضح لي الادابتيف باثوجينز اللي بتحصل في التو ديزيزز. تمام. طب مين هم بقى الكاتيجوريز اللي احنا بنتكلم عليها؟ اول واحده معلش يا جماعه تاني ميوت المايكس. اول واحده درماتومايوسايتس بوليمايوسايتس مايوسايتس اسوشيتد ويز كانسر او البارامالجنت جوفينايل درماتومايوسايتس اوفرلاب مايوسايتس immune mediated necrotizing myopathy inclusion body myositis والانسين ستيس سيندروم. كل دي كاتيجوريز تقع تحت عنوان idiopathic A inflammatory myopathies. تمام. بس بتشيك الشات في عن في حد عنده مشكله في الدخول يا جماعه؟ كاتب على الجروب او حاجه عندكم مشكله في الدخول؟ حد معايا؟ محدش كتب على الجروب حاجه يا دكتور. طب تمام. يبقى انا من الايديوباثيك انفلاماتوري مايوبسيس انا كل الكاتيجوريز دي او كل الديزيزز دي تحت العنوان الكبير اللي هو ايه؟ ايديوباثيك انفلاماتوري مايوبسيس. التو فيجرز اللي انا هكون اورينتد بيهم قوي هي الدرماتومايسايتس والبوليمايسايتس والجوفينال درماتومايسايتس طبعا. تمام؟ المايسايتس اسوشيتد ويز كانسر اوفرلاب مايسايتس immune mediated necrotizing myopathy inclusion body myositis والانسين ستيس سندروم. اعتقد اللي في ناس منكم هيبقوا اول مره يتعرضوا اللي هم يسمعوها النهارده، فيا ريت ايه نخلينا مع بعض لحد الاخر. طيب انا هبدا ب الدرماتومايوسايتس. ليه؟ لانها واخده لي التو دومينز الاساسيين اللي هي السكان والمصل، فهيبقى انكلودنج فيها المايوسايتس او البوليمايوسايتس العاديه. اوكي. تاني ارجع للباثوجينيسيس. فاكرين احنا قلنا ان الدرماتومايوسايتس مين اللي اللي بيحصل لها اكتيفيشن، سي دي 4 ولا سي دي 8؟ سي دي 4. تمام جدا. سي دي 4 يا دكتور. تمام جدا. فانا السي دي 4 خلاص دي هنحطها واحده من الباثوجينيسيس. ودايما يا جماعه اعرفوا الاوتوميون ديزيز ما عندوش باثوجينيسيس واحده، ما عندوش يعني وان واي هو ده اللي انا هتارجتت العيان هيتحل مشكلته. عشان كده بيبقى في فيلير لكذا نوع من التريتمنت. لوجيك ان انا العيان ما يبقاش عنده كوز واحد، لو عنده كوز انا هعالجه فهيخف. لكن في مالتيبل ايه باثوجينسز او مالتيبل رولز لكذا حاجه جوه الاميون سيستم بيحصل لها ديفكت فبيظهر الاوتو اميون ديزيز. ودي من الحاجات طبعا اللي بتخلي العيان الاوتو اميون للاسف مش بيخف وبيبقى كرونيك بيشنت. تمام. من الحاجات المهمه جدا جدا عشان تظهر لي سكان مانيفيستاشن بالذات مع طبعا المصل حاجه اسمها كومبلمنت ميديتد مايكرو انجيوباسي. ارجع تاني واتكلم على ايه؟ الكابيلرز. ارجع تاني واتكلم على الكابيلرز. الكابيلرز دي دور مهم جدا في الباثوجينيسيس. لو نبص على الفيجر ده مع بعض في هنا الكلاسيك والالترناتيف كومبلمنت باث ويز بيحصل لهم ستيميوليشن فيطلعوا من الباس واي. طبعا انتوا عارفين كومبلمنت باس واي بيبقى فيه كومبوننتس كتيره منهم السي 3 اكتيفيشن. السي 3 اكتيفيشن بيدخل يعمل ستيميوليشن للسيتوكاينز على الاندوثيليال سيل وول. تمام. يؤدي في الاخر الى حدوث انفلاميشن هو طبعا وبقيه السيتوكاينز اللي بتطلع منه او من وجوده بيعملوا ستيميوليشن للتورايك ريسبتورز على السيرفيس بتاع الاندوثيليال سيل فيؤدي الى حاجه اسمها ايه؟ انفلاميشن. اللي فين بقى؟ بصوا ده اسمه ايه؟ ده الفايبر الاحمر ده الفايبر المصل فايبر. لو تبصوا هنا معايا في الصوره دي كلها المصل. تمام. وفي الكفرز المختلفه اللي جواها خالص بيوصل لايه؟ لمصل فايبر اللي هو اللي طالع ده. خلاص. واللي حوالين كذا ماسل فايبر ده اسمه ايه؟ اما كلهم على بعض كده اسمهم فاسيكل. واخدين بالكم من المسميات دي؟ الفاسيكل دي او الانتر فاسيكلر سبيسز اللي هي الخطوط اللي بتوين كل فاسيكل والثانيه بيبقى فيها بلاد فيزل. ده موقع الانفلاميشن. بيقول لكم ايه؟ بيري فاسيكلر فايبر. بيري فاسيكلر فايبر اللي هو محاوط الفاسيكل. ده اللي بيحصل
حواليه السبيسز اللي حواليه هما اللي بيحصل فيها الانفلاميشن. الحاجات دي مهمه ليه؟ عشان ليها امباكت عندي في الباثولوجي انا بشوف ايه. تمام. والبيريفاسيكولر سبيسز دي فيها برضو البلاد فيزلز اللي بيحصل لها المايكرو انجيوباسي برضو ده اوكي اللي بتسبلاي ماسل فايبر. فلما يحصل لها مايكرو انجيوباسي وتكلود وتقفل هيحصل ريديوس للمسل الكابيلرز دي ويعمل البيريفاسيكولر اتروفي والمسل اتروفي الماسل فايبر اتروفي. طيب نسيب الصوره دي ويبقى بس فاهمين ان في حاجه عندنا اسمها كومبلمنت ميديتد مايكرو انجيوباسي واللي ميديتد فيها هي الايه الكومبلمنت 3. ونيجي هنا نشوف ان الدرماتوميوسايتس بيبقى فيها ايه انفلاماتوري سيلز لوكيتد وذن ذا بيري فاسكولار يعني حوالين البلاد فيزل بيري فاسكولار سبيس اور ان ذا انتر فاسيكولار سيبتا اللي انا بقول لكم عليها دي. ده المكان بتاع الباثوجينيسيس. تمام. ده مكان وجود الانفلاماتوري سيلز. ذا انترا ماسكولار كابيلاري شو اندوثيليال هايبرفيزيا اند نيكروزيس ليدنج تو سكيميا اند ماسل فايبر ديستراكشن. اوكي اللي بيحصل ده بيحصل في بقع مختلفه او سايتس مختلفه من المسل. ما بتجيش حته على بعضها كده بالك هي اللي بيجي فيها ديزيز. لا بيجي لك زي ايلاندز كده في المسل بتحصل حاجه اسمها مايكرو انفاركتس. تمام. وذا بريفري وبيحصل ده عند البريفري بتاع الفاسيكل فبيعمل حاجه اسمها بيري فاسيكولار اتروفي. المسميات اللي انا عماله اقولها لكم دي هتلاقيها في الباثولوجي هتلاقيها في البايوبسي لما تطلبي بايوبسي عشان توصلي للدياجنوزس. كل نوع من انواع الافكشن بتاع المسلز او المايوبسيس دي الدياجنوستيك هي مسل بايوبسي. اخد ابص على المسل واشوف ايه اللي حاصل فيها. فلما الاقي بقى البيري فاسيكولار سبيس والانتر فاسيكولار سبيس فيهم انفلاماتوري سيلز وعندي مايكرو انفاركتس وعندي حاجه اسمها بيري فاسيكولار اتروفي يبقى انا عندي مايوسايتس. طب هي مايوسايتس بتاعه البولي مايوسايتس ولا درماتوميوسايتس؟ هنشوف الانفلاماتوري سيلز اللي موجوده فيها اكتر سي دي 4 ولا سي دي 8. فاهمين؟ فلو كانت سي دي 4 هتبقى سبورتيف للدرماتوميوسايتس، لو كانت سي دي 8 هتبقى سبورتيف للمايوسايتس اللي هي البولي مايوسايتس العاديه من غير درما. فانا الحاجات دي هقراها هتجيلكوا في الباثولوجي. فما تيجي تقري الباثولوجي تبقي فاهمه اللي هو ده كاركترستيك للدرماتوميوسايتس او بيوميوسايتس على حسب مين اللي بريدومينانت فيهم سي دي 4 ولا سي دي 8. شويه وهتفهموا لما اقول لكم البايوبسي في حاجات ثانيه مختلفه وفيها ايه هتبقوا فاهمين. هنا كاركترستيك اللي فيه انفلاماتوري سيلز في مايكرو انفاركتس خصوصا بيري فاسيكولار اتروفي فيها بيري فاسيكولار اتروفي والبريدومينانت سيل هتختلف من درماتوميسايتس للبوليمايسايتس. متفقين لحد دلوقتي؟ تمام يا دكتور. ان شاء الله يا دكتور ان شاء الله. تمام. نيجي بقى ندخل بقى ايه خدوا نفس عميق كده. خلاص احنا خلصنا الحته الستريسفول وهندخل على الحاجات اللي المفروض تكون معروفه بالنسبه لكم. ايه الايدج الكومن اللي موجود في الدرماتوميسايتس او البوليمايسايتس؟ هو من 5 ل 15 ودي ساعتها بنسميها جوفينايل روماتويد جوفينايل درماتوميسايتس او جوفينايل بوليمايسايتس. الدرماتوميسايتس طبعا كومن في الاطفال او جوفينايل اكتر يعني من البوليمايسايتس. والايدج الثاني او البيك الثاني عند 45 ل 65 سنه. مهم اعرف الايدج طبعا عشان ديفرنشال دايجنوزس. في انواع من المايوبسيس هنشوفها دلوقتي هيبقوا بعيد عن التو بيكس دول. فلما اعرف برضو الايدج اوف انست ابقى فاهمه انا بعمل ديفرنشال دايجنوزس ازاي. طيب هل الديزيز اللي انا بتكلم عليه ده كومن قوي؟ في كلمتين لازم تكونوا عارفينهم خصوصا الناس اللي بياخدوا رسائل. يعني ايه prevalence ويعني ايه incidence؟ حد عارف الفرق بين prevalence و incidence؟ وهتلاقيهم في كل الديزيزز عندكم. يعني ايه prevalence؟ حد ينفعني؟ طيب هجاوب انا عشان الوقت. prevalence مدى انتشار المرض. مدى انتشار المرض. تمام. يعني موجود بنسبه قد ايه في البوبوليشن. تمام.
اما الانسيدنس هو بيحصل بنسبه قد ايه كل سنه، واخدين بالكم؟ يعني هو prevalence ده منتشر بنسبه قد ايه على مستوى كذا دوله مثلا، او دوله ده البريفلنس بتاعتها واخده قد ايه من السكان بتوعي، وانيوالي بيحصل انسيدنس قد ايه، مدى الانتشار والانسيدنس اللي هو بيحصل كل سنه. تمام؟ فهي مدى انتشارها بعد ما نعمل خلاص نعمل سيرفي كده، هلاقي من 6 to 7 cases per 100,000 people عندهم واحده من الدرماتوميسايتس دي. طب annually بيحصل ازاي؟ من 5 ل 10 per million people per year. يبقى prevalence مدى الانتشار، الانسيدنس اللي بيحصل كل سنه. تمام؟ الديزيز ده الومن اكتر من المن فيها. مهم اعرف برضو ان الديرماتوميسايتس والبوليميسايتس كومن في الومن، عشان في تايبس ثانيه هتلاقوا المن اكتر من الومن فيها. اوكي؟ طيب ايه الفارينس بتاعت الديرماتوميسايتس بقى؟ عندي كلاسيكال ديرماتوميسايتس اللي احنا اللي هي اللي فيها كل الدومينز واضحه جدا جدا جدا، فيها الدراماتيك الدرماتولوجيكال دومين والماسكولار دومين والانفستيجيشنز بتاعتها واضحه والموداليتيز اللي انا هستخدمها في الدايجنوزز واضحه، دي اسمها كلاسيكال درماتوميسايتس. في منها الادلت فورم وفيها الجوفينايل فورم. اوكي؟ في حاجه ثانيه اسمها كلينيكال اميوباثيك درماتوميسايتس، وبرده كلينيكال اميوباثيك درماتوميسايتس فيها برده ادلت فورم وجوفينايل فورم. طب الكلينيكال اميوباثيك، اول ما احط في دماغي كلينيكال اميوباثيك يبقى انا مش عارفه ديتكت الكلينيكال مايوسايتس، يعني كلينيكال ايه؟ ماسل ويكنس، صح؟ واخدين بالكم الحته دي؟ كلينيكال اميوباثيك يعني انا مش عارفه ديتكت كلينيكال اللي يكون فيه ماسل ويكنس. تمام؟ يا اما يكون فيه هايبو مايوباثيك درماتوميسايتس، هايبو مايوباثيك يعني فيه انسلت للمصل بس كلينيكالي انا مش عارفه اوصل للمصل ويكنس، بس لما اجي اعمل لها تيست بالالكترومايوجرافي الاي ام جي او ما اخد بايوبسي او اعمل الانفستيجيشن مثلا زي المصل انزيمز الاقيها ابنورمال، يبقى في ايفيدنس اوف مايوسايتس بيزد اون لابوراتوري والاي ام جي والمصل بايوبسي، لكن انا كلينيكالي العيان ليك اوف ويكنس، يبقى اسمها هايبو مايوباثيك، يبقى في مايوباثيك ايه انجري، في حاجه بس كلينيكالي انا مش عارفه ديتكت. يا اما التايب ثانيه، التايب الثاني اسمه ايه؟ اميوباثيك، مفيش اصلا مصل افكشن فعلا لا كلينيكال ولا بالانفستيجيشنز، ودي اسمها درماتوميسايتس سن مايوسايتس، يعني جايه لي بالدرماتولوجيكال مانيفستيشن فقط لسه ما عندهاش مايوسايتس. يبان كده الكلينيكال اميوباثيك درماتوميسايتس ده يعني كول وحلو وما فيهوش مشاكل، صح؟ رايكم في ايه؟ يعني لما يجي لكم حاله درماتوميسايتس سين مايوسايتس، رايك ايه في الحاله دي؟ قابلتوا الناس دول؟ لا ما شفناش قبل كده. طب حد من الدكاتره قابل حكايه اللي عندها سكين مانيفيستيشنز وما عندهاش ماسل افكشن او عندها هايبو مايباثيك درماتوميسايتس؟ طب هو يعني it seems اللي هي جود، يعني ماسل كويسه هي مجرد سكين، لو هنكوريليت مثلا مع اللوبس سكين بسيط كده اعرف اعالجه، مع ان برضو اللوبس برضو في ايشو فيه هنا، لكن دي كمان فيها ايشو هنشوفه واحنا ماشيين في الكلينيكال بيكتشر. عندها مشكلتين كبار بي اورينتد ليهم من دلوقتي، الكلينيكال اميوباثيك درماتوميسايتس مش ذات كول اللي احنا متوقعينه. تمام؟ طيب هنبدا بالكلاسيكال، دي كرايتيريا، دي بس فيجر كده بس عشان يسهل لكم الدنيا، اللي بادئه بالسكين مانيفستيشنز، بادئه بالبروكسيمال ماسل ويكنس العادي، الانزيمز بتاعتها ابنورمال، البايوبسي واضحه جدا، الالكترون الاي ام جي واضح، فده فيجر بس يقول لنا الكرايتيريا كومن او اللي انا اقدر اشخص بيها ايه. ان ديتيلز بقى في حاجه اسمها بوهانن بيتر كلاسيفيكيشن، دي اتعمل لسنه كام؟
1975، والصراحة دي حتى الآن اللي بنستخدمها في الدياجنوزس. هنقول هي بيستخدموها إزاي وعيوبها إيه. هي الأول معتمد على إيه؟ معتمد على 4 كريتيريا، كريتيريا A, B, C, D، دول أساسيين علشان المصل ويكنس، وكريتيريا E ده خاص بالسكين مانيفستيشنز. طب كريتيريا A، معلش أنا هتكلم في الكريتيريا إن ديتيلز عشان أنا هستفيد منها في السلايد اللي جاي. دي عبارة عن إيه يا جماعة؟ بيجي لي بروكسيمال سيمتريكال مصل ويكنس في البلفيك والسكابلر جيردل، ومهم قوي anterior flexors of the neck. ده خلوا بالكم بقى clinical، انا اجي اسالك clinical ايه المصل اللي affected في العيانه دي وتخليكي شاكه اللي هي عندها myositis او dermatomyositis. من ال anterior flexor of the neck العيانه تشتكي من ايه؟ تفتكروا تشتكي من ايه؟ Wake from sleep from bed at morning. برافو 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 دكتور. دكتور غسان معايا ولا مين؟ نعم دكتور غسان. نعم دكتور. اهلا دكتور غسان. ايوه ما اقدرش اقوم راسي اهم من على السرير براسي وانا نايمه، فدي على طول anterior flexors دي بدري جدا متأفكتد على فكره في الناس دول. تمام. فدي احطها في دماغي، يعني دي احطها في دماغي جدا وانا بعمل assessment للعيانه. بيبقى progressive على weeks or months with or without dysphagia or involvement of respiratory muscles. دايما dysphagia or involvement of respiratory muscles بتبقى delayed شوية. طب dysphagia ما نيجي للكلينيكال هنتكلم فيها شوية، وياريت تجهزوا رد dysphagia لإيه بالظبط. حد يفكر كده هالdysphagia هتبقى لإيه بالظبط. طيب تاني حاجة elevation of the serum level of the skeletal muscle enzymes، وهم معروفين الكرياتين كيناز، الـ ALT، الـ AST، الـ ALDOLASE. تمام؟ طب وهنعرف كمان شوية مين أهم واحد فيهم وليه بستخدمه. الـ EMG characteristics، خلوا بالكو اللي علشان أشخص مايوسايتس في الـ Early Stage مش في الرمشن، وهنتكلم برضو ليه ساعة ما نيجي لساعتها، لازم يكون عندي الأساس Short Polyphasic، Short Polyphasic small motor units. وبرضه في النيرف كوندكشن واي ام جي لازم الحكايات دي يكونوا ايه، المايوباثيك باترن يعني ايه والنيوروباثيك باترن يعني ايه. فبرضه احنا مش هنتطرق ده غير لما نروح لايه لحكايه النيرف كوندكشن اي ام جي. بس لحد دلوقتي بس انا عايز اقول لكم ان ما دام ماسل افكشن يبقى لازم الاقي شورت وسمول بوليفازيك موتور يونتس. وعلشان اقول اللي هي ايتس يعني فيها انفلاميشن لازم الاقي فايبريليشن بوتنشلز وبوستيف شارب ويفز. تمام تمام. ده في الاكتيفيتي، في حاله الاكتيفيتي بتاعه البوليمايوسايتس او درماتومايوسايتس انا بلاقي كل الفيجرز دي. لكن لو واحده اوريدي خلاص ما عندهاش انفلاميشن انا عالجتها، لا انا بلاقي المايوباثيك باترن اللي انا ما يقدرش يفرق لي هي درماتومايوسايتس قصدي ايتس ولا مايوباثي. عشان كده هو كاتب لك ايه الكترو مايجرافي كاركترستيك اوف مايوباثي. انا ممكن ما الاقيش ايتس دلوقتي لو كانت في ريميشن ستيج، لكن لو في الايرلي لو انا قبل ما ابدا تريتمنت عشان كده لازم اروح اعمل او ريفير العيان يعمل اي ام جي قبل ما اديله الاسترويد اللي احنا هنتكلم عليه في تريتمنت، بدل ما يعمل لي سبريشن الانفلاميشن وادخل في دايليمت هل انا مايوباثي ولا مايوسايتس، لازم ابعته اي ام جي الاول. اوكي طيب. كمان ماسل بايوبسي وبلاقي فيها ايه؟ ها نيكروزس قلناها، فاجوسايتوزس، ريجينريشن بيحصل ريجينريشن، وبيلي فاسيكولار اتروفي اللي اتكلمنا عليها، وبيلي فاسكولار انفلاماتري اكسيدات اتكلمنا على دول ولا لا يا جماعه؟ قلت لكم هتلاقيها هيظهر لكم في البايوبسي اتكلمنا عليها، وقلنا ساعتها الانفلاماتري اكسيدات دي هشوف انهي فيهم الازيد السي دي 4 ولا السي دي 8 واقول على اساسها هي درماتوسايتس ولا بوليمايوسايتس عشان هي كومن فيتشر في الاثنين. لحد دلوقتي انا معايا الاربعه كريتيريا دول. هاجي بقى على كريتيريا اي، دي حاجتين مهمين فيها كاركترستيك او حاجه اسمها تيبيكال او باثوجينيك الباثوجنومونيك فيتشرز بتاعه الدرماتومايوسايتس، هيدي تريبي كراش وجوترون ساين او جوترون بابيول، مش ساين هي المفروض مش ساين بابيول. تمام.
الاثنين دول مهمين جدا لتشخيص الدرماتوميوسايتس. اوكي، ده بالنسبه لمين؟ وهانان بيتر. هما قالوا لنا كلاسيفيكيشن دي وهما الزمونا بيها. طب يا جماعه بيستخدموا الكرايتيريا دي ازاي؟ قالوا انا لو عايز وعايزين تقولوا اللي هي ديفينيت بوليمايوسايتس لازم يكون فيها من A to D، الاربعه يكونوا موجودين. عايزين تقولوا probable ثلاثه منهم يكونوا موجودين. عايزين تقولوا possible يبقى اثنين بس يكونوا موجودين. اوكي، بالنسبه للدرماتوميوسايتس لازم لازم يكون معاكي E، وعايزه تقولي ديفينيت يبقى معاكي ثلاثه من الاربعه، عايزه تقولي probable يبقى معاكي اثنين من الاربعه، عايزه تقولي possible يبقى معاكي واحده من الاربعه. اوكي، ده بالنسبه لكوهانان بيتر كلاسيفيكيشن اللي احنا بنلجا لها في معظم الوقت. طيب جم بقى الايلار والاي سي ار، قالوا الكريتيريا دي صراحه بتمس حاجات كتير، منها الاميوباثيك درماتوميوسايتس، صح ولا ايه؟ لانها معتمده في اول كريتيريان اللي موجوده اللي يكون في ماسل ويكنس، صح؟ ها تمام يا دكتور. تمام، ولازم الدرماتوميوسايتس برضو يكون معاها سكن، حاطينها لي شرط. فقالوا لا، احنا الحاجات دي بتمس الحاجات الاولانيه خالص، الايرلي جدا اللي انا ممكن، او الاتيبيكال برزنتيشنز للدرماتوميوسايتس والميوسايتس. فحطوا لنا حاجه ثانيه بسكور بقى، كرايتيريا ثانيه بسكور، وهي الصراحه حتى الان بتستخدم كريسيرش، ما بتستخدمش براكتيكالي. تمام، بس نيجي نبص كده هم عملوا ايه. هم عملوا فرغوا هنا الماسل ويكنس، الايج بتاع العيان، الماسل ويكنس مين هي الماسلز الافكتد في الابر لامب ولا اللور لامب، النيك فليكسرز تمام، والليج والبروكسيمال ماسلز ار ريلاتيفلي ويكر ذان ذا ديستال. دول عملوا كل واحده ليها سكور، يا اما كان العيان عامل بايوبسي فياخد السكور الفلاني ده، لو ما كانش عامل بايوبسي ياخد السكور ده. في ناس بيرفيوز من الاول اللي هو يعمل بايوبسي فهمشيه على السكور ده، وفي ناس ممكن يسمعوا كلامي يعملوا بايوبسي همشيه على السكور ده. هكذا السكن مانيفستيشن ادى الهيليوتروبيك كراش سكور، الجوتيرن بابيول سكور، الجوتيرن ساين سكور، عشان كده قلت لكم بابيولر ساين، وهنعرف كمان شويه في السكن مختلفين عن بعض ازاي. تمام، الديسفيجيا والديسموداليتي اداها سكور، كل حاجه شايفين ماسك كل حته وبيديها سكور ازاي. اللابوراتري نفسهم ادى كل حاجه، سواء الانتي بودي اداها سكور، الماسل انزيمز اداها سكور، البايوبسي نفسها جواها كل حاجه من اللي لقاها اداها سكور. بعد السكورز دي قال يا اما هستخدم السكور نفسها واقول يا اما ده سسبيشس اللي هي درماتوميوسايتس لو كان السكور ده اكتر من ايه؟ 5.5 بوينت، وديفينت لو اكتر من 6.7 بوينت لو كان ايه؟ في بايوبسي اللي هو ده الكولم ده، لو اكتر من 5.5 يبقى سسبيشس، لو اكتر من 7.5 دايجنوستيك بالنسبه للدرماتوميوسايتس. اما لو العيان مش واخد بايوبسي فانا يتطلب مني لو انا شاكه اللي انا يبقى اكتر من 7.5 ديفينيتلي كونفيرمد سوري بروبابل اللي هي 7.5 وزاوت بايوبسي تاني معلش نبدا فين ذا دايجنوستس از ديفينيتلي كونفيرمد ات 7.5 بوينت وزاوت بايوبسي واكتر من 8.7 بوينت ويز بايوبسي تاني معلش انا اسفه. يبقى الاولانيه دي درماتوميوسايتس سسبيشس سواء كانت ببايوبسي او من غير بايوبسي، لو كانت without بايوبسي هيبقى سسبيشس 5.5، لو كان ويز بايوبسي هتبقى سسبيشس لو اكتر من 6.7. اما لو كانت عايزه اقول ديفينيت يبقى السكور اكتر من 7.5 في الناس اللي ما عندهمش بايوبسي، واكتر من 8.7 للناس اللي عندهم بايوبسي. وفي هنا السايد ده زي كالكوليتر كده عامل زي بتاع الداس بيسهل لك ان انت تحسب السكور ده. فدي طريقه. وفي حاجه ثانيه بيعملوها حاجه اسمها probability تيست. probability تيست ده لو اكتر من 55% بيبقى ايه؟ دايجنوستيك اللي فيه انفلاماتوري او immune mediated myositis. تمام؟ البروبابيلتي دي بتتحسب ازاي؟ بتتحسب بالايكويشن دي. الايكويشن دي الاولانيه دي لو كان في بايوبسي، والايكويشن الثانيه لو ما كانش فيه بايوبسي، وبيشوف النسبه بتاعتها قد ايه. دي
دي برضو ابقى اورينتد اللي فيه يولار اي سي ار كرايتيريا بتستخدم في ريسيرش واجدد من الوهان وما اقول لك ايه فايدتها تقولي لي علشان الايرلي او الاتيبيكال مانيفيستيشنز بتاعت الميتوميوسايتس وايه والبوميوسايتس. تمام كده اورينتد اللي انا قلته؟ تمام يا دكتور. تمام لو في اي بوينت يا جماعه لو سمحتوا وقفوني ايه يعني بوينت باي بوينت كده عشان نبقى مع بعض في الموضوع. اوكي طيب حطوا لنا كده الجوريزم. انا عايزه اقول العيانه دي انهي نوع من الانواع اللي انا قلتها في الاول خالص. قالوا لو الايولار والاي سي ار كرايتيريا مت للعيان ده فهشوف الايدج بتاعته اقل من 18 سنه ولا ازيد. لو مش اقل من 18 سنه هبص على الهيري تراب كراش والجوتن بابيول. لو موجوده هبص على المسل اكزامينشن. ولو كان المسل اكزامينشن اللي احنا قلنا عليه في الكرايتيريا افكتد يبقى هي ديرماتوميوسايتس يعني فيها تو دومينز بتاع الديرما والمسل. لو ما فيهاش هقول ايام ويباسك ديرماتوميوسايتس يعني ما فيهاش مسل هتبقى مجرد سكين بس. تمام طب لو بصيت على السكين وما فيهاش هبص برضو على الكلينيكال مانيفيستيشن بتاعت المسل مع المسل بايوبسي علشان اقول هي بوليمايوسايتس ولا اميون ميديتد زي اللي احنا هنقولها كمان شويه نيكروتايزنج مايوسايتس ولا انكلوجن بودي مايوسايتس على حسب البايوبسي هتقول لنا ايه والكلام ده برضو هيجي لنا كمان شويه. حلو طب لو هي اقل من 18 سنه يبقى انا بتكلم برضو في نفس الكلام اللي هقول جيفينايل ولا مش جيفينايل. ده ايه رابط الجوريزم كده. طب في حاجه مهمه برضو في الاوتو اميونيتي لو فاكرين انا كنا بنتكلم على الباثوجينيسيس انا قلت اللي فيه اوتو اميونيتي يعني فيه اوتو انتي بودز طلعت. طيب ايه الاوتو انتي بودز اللي موجوده؟ في نوعين من الانتي بودز موجودين لقوهم في الناس اللي عندهم انفلاماتوري مايوباسيس في او مايوسايتس اسمها مايوسايتس سبيسيفيك انتي بودز وفي جروب ثانيه اسمها مايوسايتس اسوشيتد انتي بودز. مايوسايتس سبيسيفيك يعني دايجنوستيك للتايب معين من المايوسايتس زي الـ MDA هنسمع الـ MDA وهنسمع على الـ NXP وهنسمع الـ MI وهنسمع على الـ G1 كل الحاجات دي هنسمع عنها أو myositis associated antibodies ودي تيجي شوية مع الـ overlap. الـ overlap اللي هي معاها myositis مع حاجة يعني مثلا myositis scleroderma هجيلك مع الحاجات اللي عندهم الـ systemic sclerosis مثلا الانتي لو والانتي را في الناس اللي عندهم جوجرن وسيستميك لوبس والانتي سينستيس سندروم. تمام فدي بتيجي اسوشيتد شويه بيبقى فيها اوفرلابنج لكن دي سبيسيفيك لنوع معين من المايوسايتس اللي احنا عملناهم انيوميريشن. اوكي طبعا ده الفيجر او الاسماء بتاعتهم دي تحفظوها وتعرفوا الكلينيكال كاركترستكس بتاعتها ايه والباثوجينيسيس ريليفنت تول دايماتومايوسايتس ايه وايه اهميتهم دي بوينتس اوف اورال كويستشنز لمرحله الدكتوراه. بس لمرحله الماجستير انت لازم تعرفي ان في حاجه اسمها مايوسايتس سبيسيفيك ومايوسايتس اسوشيتد. اوكي هنيجي بقى نمسك الدومينز الكلينيكال اللي انا بشوفها. احنا قلنا ان في تو دومينز مهمين اللي هي المسل افكشن والسكن افكشن. ولو نفتكر اول فيجر خالص لما قلت لكم خلي بالكم مش المسل بس اللي افكتد ده في حاجات تانية اللي هي السكيلت المسل ده في كارد في الكاردياك مسل في السموث مسل وفي اكسترا ماسكولر مانيفيستيشنز للديزيزز. فنخلي بالنا ان احنا لسه هنكمل بعد ما خلص التو دومينز دول لا لسه في مانيفيستيشنز تانية لسه هكملها. طيب اول دومين مسل ويكنس ذا موست كومن بريزنتنج سيمتوم ان ديرماتوميسايتس او البوليمايسايتس طبعا هيبقى الاونلي اوف ذا بوليمايسايتس. تمام The weakness usually has a subacute onset with development of gradual progressive symmetric proximal muscle weakness. تمام؟ نركز في البوينت الجاي. لو سمحتوا لما تدخلي على شيت تاخدي شيت من مريض وتيجي تقولي لي الهيستوري ما تقوليليش الكلام اللي فوق ده. هتقولي acute او subacute onset على حسب هيقول لك gradual progressive ماشي لكن ما تقوليش proximal muscle weakness. انت هتقولي لي العيان العيان مش قادر يعمل ايه وعلى اساسها انت ترجمتي اللي هي بروكسيمال ماسل ويكنس. نركز ان البريزنت هيستوري اون ذا بيشنت ووردز انت سالتي العيان ايه والعيان قال لك ايه عشان انت استنتجتي اللي عنده بروكسيمال ماسل ويكنس
عشان انتوا بتقعوا في الحته دي جامد جدا، سواء في الريهابيليتيشن او في حاله ديرماتوماسيس مثلا في الروماتولوجي. تمام؟ فالعيان هيجي يشتكي من ايه؟ difficulty in carrying out activities such as climbing stairs، دي المسؤول عليها proximal muscle اللي عند الهيب، getting up from the seated position، والحته دي برضو يعني لو سمحتوا seated position اللي هو من على كرسي، يعني ما تجيبليش حد تقول له اقعد على الارض وقوم الا لما عايز تعمل الجاور تيست، دي حاجه ثانيه خالص. لكن seated position العادي النيوترال بتاع الناس كلها اللي هو يقوم من على كرسي. تمام؟ عشان يعني قابلنا حاله مره وحد من النواب قاعد يقول اللي هي ما بتقدرش تقوم من على الارض، ما بتقدرش تقوم على الارض. يعني انا قلت لها لو انت قعدتي على الارض هتقدري تقومي من على الارض؟ يعني ده الناس معينه هي اللي بتقعد على الارض، ما يجيلكيش حد مثلا هاي كلاس او كده وتقول له انت بتقدر تقوم من على الارض ولا لا، هو مش قاعد على الارض اصلا، ايه اللي هيقعد على الارض؟ تمام؟ لكن السيت بوزيشن هو ده الكامل اللي موجود عند الناس كلها. تمام؟ ليفتنج اوبجكتس، مش عارف يشيل اوبجكتس. Combing hair، مش عارفة تعمل الحاجات اللي هي above ايه head activities، raising their head from the pillow اللي هي يقدر يقوم يهم من على السرير أو من على المخدة، والdysphagia والdystonia. طب نيجي للسؤال اللي أنا قلت لكم هتفكروا في الإجابة بتاعته دلوقتي. الdysphagia دي ايه أنواع الdysphagia اللي انتوا عارفينها؟ For solid and for liquid. تمام دكتور غسان، انت تتوقع في عيانه درماتوميوسايتس او بوليميوسايتس انهي اللي تلاقيه افكتد عندها؟ والله مش متاكد بس انا اتوقع للفلويد في البدايه. تمام، طب ليه للفلويد يا دكتور؟ تمام تمام جدا، حد يقدر يقول لي ليه؟ عشان السوليد بيبقى اصلا بالجرافيتي بينزل، مش بيبقى محتاج المصل. تمام، لكن الفلويد هو اللي ممكن يعمل اسبيريشن او كده. تمام، عشان الكوردينيشن بتاعت المصل، المصل لما تضعف الكوردينيشن كمان بتاعها افكتد، فيحصل ريجرجيتيشن زي ما انت قلتي كده، ويحصل لها اسبيريشن ويحصل لها نيزل ريجرجيتيشن والكلام ده. فبدري خالص ويحصل لها النيزل تون اللي هي الديسفونيا والكلام ده، اوكي؟ فبدري يا جماعه الديسفيجيا بتساليها للقمه الناشفه، يعني بتاكلي عيش وتشربي وراه ميه مثلا بتحتاجي تعملي كده، ولا لما حتى تشربي عصير تشرقي، عارفين الشرقه؟ دي تعبر لك اللي هي بتشرق في الليكويد، يعني دي عندها ديسفيجيا مش عارفه تبلع الفلويدز بشكل صح، فممكن يحصل لها شرقه. تمام، اللي هي ريجريتيشن دي، اوكي؟ ده يفرق لك اما اقول لك ايه الديسفيجيا، ايه الفرق بين الديسفيجيا اللي بتحصل في عيان سكليروديرما والعيان اللي بتحصل اللي عندها درماتوميوسايتس. حد يعرف الديسفيجيا اللي بتحصل في السكليروديرما؟ السكليروديرما بتبقى للسوليد علشان عشان اصلا بيحصل فايبروزس في ال مين دكتوره مين بترد عليا معلش؟ انا اسماء. دكتوره اسماء، تمام يا اسماء. الديسفيجيا اللي بتحصل في السكليروديرما ده حصل فايبروزس للماسلز نفسها، فحصل ستينوزس، فالعيانه بتحتاج اللقمه اللي بتاخدها الناشفه دي، العيش ها او حته اللحمه اللي بتاكلها الناشفه دي، بتحاول بتقول لي ببلع بالميه، انا ما اقدرش اكل لقمه عيش الا لما اكون معايا كوبايه الميه، ابلع على طول بالميه. تمام، فدي فرق بين الديسفيجا تو ذا ليكويد اند الديسفيجا تو ذا سوليد، وتحصل في الدرماتوميوسايتس ايه واللي بيحصل في السكليروديرما ايه، وايه ليه الكوزز بتاعتها. اوكي طيب، انا عملت الاكزامينشن او العيان قال لي كده، وقمت عملت الاكزامينشن بتاعي المتعارف عليه اللي احنا بنعمل الجريدنج العادي اللي هو من 0 ل 5 بتاع المسل تيستنج، اكيد كلكم عارفينه اللي هو من 0 ل 5 اللي هو العادي اللي احنا عارفينه، مش لازم اقوله لكم بالتفصيل. طيب ايه الحاجه بقى الدوكيومنت الجديده، او ايه الحاجه اللي هم بيتبعوها احسن دلوقتي؟ في حاجه اسمها ايه المسل جريدنج اللي هو من 0 ل 10، حاجه اسمها مانوال مسل تيستنج 8. ها، والناس اللي برضو اللي ياخدوا ريسيرش على درماتوميوسايتس وبوليميوسايتس هو ده اللي انتوا المفروض تستخدموه، ده اللي بيستخدم، حاجه اسمها مانوال ماسل تيستنج 8. اوكي، السكور بتاعه بيبقى من اول 0 لحد 10. تمام، يعني ايه 8؟ هو بيتست 8
muscle groups. 8 groups of muscles. Neck flexors, deltoid muscle, biceps muscle, والrest extension اللي هي الاكستنشن بتاعت الريست. وفتحت بيكزامن الجلوتيس ماكسيمس وميديس والكوادريسبس والدورزل فلكشن اوف ذا انكل جوينت. دول 8 جروبز اوف ماسل بعمل لهم ايفالويشن مانيوال وبريكورد هنا احنا في انهي لكل عضله احنا في انهي ستيج. بصوا هنا بقى لما نيجي لما فصصها من 1 لحد 10 لو انتوا فاكرين برضو اللي كان الديتيلينج هي المفروض من 0 ل 5 لما اقول لك ايه المسل تيست اللي انت عارفاها تقولي لي هم 5 جريدز فهتقوليهم لي وهتعديهم لي تمام. طيب اللي هي من 1 تو 5 يعني 0 دي اللي ما فيش اصلا اكتيفيتي خالص او من اول 1 زيها يعني 0 دي بتساوي دي. وفي كان حاجه ابجريدنج شويه اللي انا اقول هل هي 0 1 ولا ماينس 2 و2 وبلس 2 ولا ماينس 3 و3 وبلس 3 ولا ماينس 4 و4 وبلس 4 ولا 5. اكيد اتعرضتوا للحكايات اللي هي حتى وانتوا بتقروا كيسز يقول لك 4 بلس او مثلا 2 بلس بتسمعوا الاكسبريشن ده ولا لا؟ ها؟ بتسمعوا الاكسبريشنز في المسل تيستنج اللي هو يقول لك البلس والماينس دي اللي هو مش ستيج ثابته كده 1 2 3 4 5 لا بيقول لك بلس ماينس اللي هي مش جايبه 2 لا ده جايبه 2 بس اعلى شويه بس مش محصله 3. فبدل ما يعملوا الماينس والحاجات اللي اتلخبط دي عملوا الجريدنج من اول 0 تو 10 وكل واحده من دول ليها الديفينيشن جنبها. انا طبعا مش هقدر اقرا ده كله عشان ما نضيعش وقته. اوكي فبقى التعبير عن الستيج اسهل في الفولو اب بتاعك هيبقى التعبير اسهل اللي هي كانت جريد 4 بقت جريد 8 فانت البروجريشن بتاعك بالنسبه لك اسهل يعني بدل ما تتلخبطي هي كانت 2 بلس ولا 2 بس ولا 2 ماينس ولا الكلام ده. في ريكوردنج والدوكيومنتيشنز الجريدنج من 0 تو 10 ده اوقع تمام. فالمصل انا العيان بيجي يشتكي لي انا بعمل اكزامينشن لازم يكون عندي تول فور ايفالويشن في كل الدومينز اللي احنا هنتكلم عليها او كل الافكشنز اللي انا بتكلم عليها. ليه؟ علشان انا هتست العيان وهو جاي ديزيز او في اكتيفيتي وهديله تريتمنت ولازم بعد التريتمنت مديهوله لفتره معينه اعمل ري ايفالويشن تاني اشوف في بروجريشن حصل او في ريميشن حصل ولا لا. تمام؟ فالستيج دي من بدري من اول ما العيان يجي لي بعمل الستيج بتاعت المصل دي. انا بتكلم على دومين المصل. تمام؟ عملت الستيجنج. طيب عايزه حاجات تساعدني في التشخيص. عايزه ااكد ان انا في مايوسايتس. في حاجه اسمها ايفالويشن. يبقى انا جالي سيمتومز اتاكدت بيها بالاكزامينشن واديته جريدنج تمام؟ بالمانوال ماسل تيستنج هعمل له انفستيجيشن عشان اتاكد ان انا في الايتس. ايه اللي ياكدني؟ اربع حاجات بنستخدمها علشان نعمل مايوسايتس ايفالويشن. اول حاجه المسل انزيمز وهنتكلم عليها بالتفصيل. الموست امبورتنت بتاعها هو مين؟ كاينيز يا دكتور كرياتين كاينيز. تمام وهنعرف ليه. تاني حاجه وبتعرفي ايرلي قوي الام ار اي بتعمل لي ايرلي واكيرت دايجنوزس وكمان ممكن تحدد لي البايوبسي سايت تمام وبتبين لي البيريفاسيكلر إديمة بدري قوي. البيريفاسيكلر إديمة اللي انا بقول بنشوفها في البايوبسي دي هي بتطلعها لي إديمة علشان في انفلتريشن اي انفلتريشن او اكسيدت بيطلع ابيض تمام فهيبان بيريفاسيكلر إديمة دي فدي حاجه من بدري بتظهر تمام. فالام ار اي من الحاجات المهمه جدا اللي انا ممكن الجا لها. ده العيان مثلا ريفيوز اللي هو يعمل لي بايوبسي لان البايوبسي هي كاركترستيك وهو المارك والباثوجنومونيك. واول ما يجي لي ده اللي يقول لي بيريفاسيكلر اتروفي ومعاكي ريجينيتنج فايبرز وديجنريتنج فايبرز والبريدوننت سيل هي كذا اوكي فدي دايجنوستيك بالنسبه لي. يبقى الماسل بايوبسي بالديتيلز اللي احنا قلنا عليها جوه دي دايجنوستيك بالنسبه لي اللي هي مايوسايتس حسب هي انهي نوع منهم. وبايوبسي مهمة جدا في الديفرنشال دايجنوزز بتاعت التايبس اوف اميون ميديتد مايوباثيز عامة. اوكي؟
وبلجأ طبعا للاي ام جي. الاي ام جي اللي بيحددني انا في مايوباثيك باترن ولا نيوروباثيك باترن. العيان دوت عنده ويكنس من نيرف، من كوز نيرف هو اللي فيه افكشن، حصل لي مصل ويكنس، ولا المصل فعلا هي اللي ديزيز وفيها المرض، تمام، والنيرف كوندكشن عندي كومبليتلي نورمال. فالاي ام جي هو اللي هيديني الداتا، اوكي، بيديني المايوباثيك باترن اللي احنا قلنا عليه. ولو كان في مرحله الايتس لازم يديني البوس اوف شارب ويفز والفايبريشن تينجز والاي ريكروتمنت اللي احنا اتكلمنا عليها، اوكي. فدول اربعه رولز او ويز اللي انا اقدر اديتكت او اعمل ايفالويشن للمايوسايتس بتاعتي ومدى السيفيريتي بتاعت الايتس او الانفلاميشن اللي حصل في الديزيز، تمام. لو انا عملت الحاجات دي مثلا ولقيت الانزيمز قليله، لقيت الام ار اي ما فيهوش الايديما دي، لقيت الاي ام جي ما فيهوش الايتس اللي انا قلت لكم عليها اللي هي الفايبريشن تينشز، يبقى العيان عنده ماسل ويكنس كرونيك دامج حصل، خلاص عنده ويكنس. يعني هو الموضوع دخل في الكرونيسيتي اكتر ما يكون في اكتيفيتي انا يستدعي ان انا ادخل له سترويد او ادخل له اميونو سبريسر. فديها انا بقول لكم اللي انا ليه بتعمل ايفالويشن للمايوسايتس، علشان هتقول لي دي انا في اكتيفيتي جديده ولا العيان ده الانسلت اللي حصلت من الديزيز نفسه ومفيش حاجه جديده ليه، خصوصا لو العيان مش متابع معايا اصلا، تمام. طب هنيجي بقى على مصر انزيمز عشان دي فيها بوينتس كتيره من الاورال كويستشنز. يعني بصوا يا جماعه، يعني احنا هنتكلم مع بعض، انا عارفه المحاضره ممكن تطول، فعند بوينت معينه ولقيتوا الموضوع تقل عليكم قولوا لي نوقف واكمل لكم في وقت تاني، اوكي. طيب ليه انا باخد الكرياتين كاينيز ده من اهم الحاجات؟ اولا هو بيرفلكت ذا ديجري اوف ماسل ميمبرين دامج، كل ما يكتر هيقول لي اللي فيه دامج اكتر ونيكروزز اكتر. طب هو شكله ايه؟ هو ليه ثلاثه فورمز، ايزو فورمز، في سي كي ام ام وسي كي ام بي وسي كي بي بي. مين اللي هممني فيهم؟ سي كي ام ام. ليه؟ لانه بيطلع من الماسل، لكن الام بي بيطلع من الهارت والبي بي بيطلع من الكيدني والبرين. فانا لو هبعت للتحليل وعايزاه يبقى سبيسيفيك قوي اقول له ايه؟ اديني سي كي ام ام، تمام. طيب دي اول بوينت. طب النورمال ليفل بتاعه مختلف من الميل للفيميل، علشان الماسل بالك عند الميل اكبر فالليفل بتاعه اعلى شويه، بيبقى من 39 ل 308 انترناشونال يونت لتر، وفي الميل بيقل شويه 26 ل 229. ده النورمال ليفل. طب اهميته ايه بقى وانا ليه الجأ له؟ هو دوت اللي انا بحب استخدمه في الفولو اب بالذات. البيكس بتاعت الكرياتين كينيز بتطلع في خلال 4 ل 6 اورز من السكيلتال ماسل دامج، يعني بدري جدا بيظهر في الديزيز. يعني انا لو النهارده العيانه اشتكت من ويكنس، لو عملت لها الانفستيجيشن النهارده هلاقي السايت الكرياتين كينيز عالي بنسبه، تمام. طيب وليه بستخدمه في الفولو اب؟ علشان الهاف لايف بتاعه 36 اور، يعني في خلال يوم ونص كده يكون خلاص اللي موجود من الدامجد سيلز خلص. فانا لو اديته انفلاميشن، اديته سوري سترويد، او اديته حاجه عملت سبريشن للانفلاميشن ومبقاش فيه دامج سيل جديده تطلع لي الكرياتين كينيز، هيقل لي فورا. فبدري قوي اقدر اقول ان انا في ريسبوند للتريتمنت ولا لا. طب امتى اقول بقى يبقى سيجنيفيكانت قوي؟ والله هو قالوا اللي هو ممكن يكون نورمال في حالات، ممكن يكون عالي جدا جدا على حسب السيفيريتي بتاع الديزيز، يوصل ل 50,000 انترناشونال يونت برليتر، تمام. طيب هو ليه علاقه برضو بالكلينيكال ايفالويشن فور اكتيفيتي اسسمنت. يعني لو عندي كرونيك بيشنت في درماتومايوسايتس او بوليومايوسايتس، من الحاجات اللي اعملها لها في الفولو اب الكرياتينين كاينيز، عشان لو عالي قريب يبقى انا لسه داخله في اكتيفيتي جديده، او هي مش ماشيه على العلاج بتاعها حلو فدخلت في اكتيفيتي جديده، اوكي. طيب لنفرض ان انا عملت الكرياتينين كاينيز وطلع نورمال، هل اكسكلود ان انا عندي مايوسايتس؟ لا، ما هو دي علشان كده الايلار الاي سي ار كريتيريا لجأوا للسكورينج. مش لازم الاقي مش شرط الاقي المسل انزيمز افكتد، خصوصا الكرياتين كينيز اللي هو الكاركترستيك جدا، اوكي. امتى الاقيه نورمال بقى؟ في تايبس من الدرماتومايوسايتس زي ما احنا قلنا، ايه الدرماتومايوسايتس؟ سيمايوسايتس مثلا، تمام. انتم متوقعين اللي يكون فيه اي حاجه في المسل فايبر؟
لا 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 في سيفير افكشن ساعات من الدرماتوميوسايتس في شكل حاجه اسمها انسينستيز مثلا، ده بيبقى عنده سيفير افكشن فالمصل توصل للاتروفي، فمن كتر ما المصل عندها اتروفي ما طلعتش اصلا، ما عندهاش كرياتين كاينيز تطلع زي الانكلوجن بادي ميوسايتس، هنعرف هو حاجه سيفير وبروجريسيف جدا، فممكن نلاقي سي كي نورمال من درجه السيفيريتي بتاعه الديزيز، والمصلز ما فيهاش اللي تطلع كرياتين كاينيز. تمام. وكمان في الادفانسد ستيجز بتاعه اي واحده منهم. تمام. ليه؟ لان بيقولوا في ليك للمصل ماس او في بريزنس اوف انهبيتورز اوف السي كي اكتيفيتي، يبقى الكرياتين كاينيز مهم قوي يا جماعه، ولازم اعرف الليفل بتاعه وليه انا بستخدمه في الدياجنوزس وليه انا بستخدمه في الفولو اب وامتى الاقيه نورمال. واظن ان في حد اثار ان في حاله قابلته الكرياتين كاينيز نورمال وبرده تشخصت مايوسايتس. طيب مين تاني من المصل انزيمز اللي انا قالها؟ الاي سي تي والاي ال تي المعروف بالنسبه لنا لدول ليفر انزيمز. الاي سي تي مور سبيسيفيك شويه للسكيلتال والكاردياك ماسلز، بس برده بيطلع من الليفر. طب ليه انا مش بلجأ لهم اللي في التشخيص او في الفولو اب؟ هم بيطلعوا في خلال 24 ساعه بس عشان ينتهوا من الجسم، حتى لو كان مفيش اي دامج للماسل فايبر ياخدوا هاف لايف من 7 ل 10 ايام. فانا عادي لما اجي اعمل الفولو اب بتاعي والاقي الاي ال تي والاي اس تي ما نزلوش، ولكن لقيت الكرياتين كاينيز نزل، مش مشكله انت صح، لان هم بياخدوا وقت على ما بيخرجوا من الجسم. تمام. طب لنفرض اننا في ديزيز، انا عايز اعرف هل في مايوسايتس ومعاه ليفر افكشن ولا لا، وده كومن ممكن يحصل سواء بقى من دراج سواء من اي حاجه تانية. هل الاي ال تي والاي اس دي طالع من علشان ماسل اكتيفيتي ولا علشان الليفر؟ ساعتها بلجا لحاجه اسمها الجاما جلوتاميل ترانسفيريز الجي جي تي، ده سبيسيفيك للليفر وهيقول لي اللي فيه افكشن للليفر. تمام. طب الالدوليز، الالدوليز ده برضو انكريز في الاكتيف ماسل دامج. تمام. الالدوليز is expressed by the muscle اسمها الدوليز A، عنده 3 forms الدوليز A والدوليز B والدوليز C. الالدوليز A هو اللي بيطلع لي من المصل. اوكي. ممكن يكون elevated مع normal CK، لكن برضو ما بقدرش استخدمه ليه، هو مش specific قوي للمصل دامج او الاكتيفيتي، مش من الحاجات اللي انا ألجأ لها بدري عن الكرياتين كاينيز، الا لو انا لقيت مشكله في الكرياتين كاينيز ألجأ له. اوكي. ده الكلام ده عشان تقللوا الكوست على العيان، بدل ما تروحي تقولي اعملي كل المصل انزيمز اختاري واحد يقدر تعمليه او اللي هو الريجلر او موجودين عندك في روتين في المستشفى. ماشي، مش لازم تعملي كله الا لو انت عندك طبعا الفاسيلتي اللي انت تعمليه ده كله، ده حاجه كويسه. اوكي. من برضو المصل حاجه اسمها اللاكتيد ديهيدروجينيز، ده الهاف لايف بتاعه بيقعد برضو من 10 ساعات لحد 3 ايام، وفي كذا ايزوفورم منه اللي بيطلع مع المصل حاجه اسمها لاكتيد ديهيدروجينيز 5. اوكي. فدي المصل انزيمز وازاي انا بلجأ لايه وايه الحكمه من اللي انا بستخدم الكرياتينين كاينيز منهم علشان اتابع الريسبونس للتريتمنت بتاعي. طيب هنيجي لمرحله تريتمنت، وبرده خلي بالكم يا جماعه انا بتكلم على دومين، يعني هتلاقوني انا بتكلم على انفستيجيشن بتاعت مصل بس، انا ما بتكلمش على الدرماتوميوسايتس. لما اقول لك انفستيجيشن في الدرماتوميوسايتس هتقولي كل الدومينز اللي انا بتكلم عليها، لكن انا بتكلم على دومين بتاعت المايوسايتس. ليه؟ علشان انا ممكن يجي لي اكتيفيتي في دومين واحده بس، يعني تجي لي عيان الدرماتوميوسايتس عندها فلير في السكن وما عندهاش مشكله في المصل، تجي لي عيان الدرماتوميوسايتس عندها كالسينوزس وما عندهاش فلير في السكن ولا في المصل، تجي لي عيان الدرماتوميوسايتس وعندها فلير في المصل وما عندهاش فلير في السكن. فانا لازم اعرف لو جالي الدومين دي هديها كل الريجمنت بتاعت الديزيز؟ لا، تارجتنج للايه؟ للافكتد او الحته الافكتد عندها دلوقتي. تمام؟ مستوعبين؟ فانا يمكن ببريزنت الموضوع بشكل مختلف عن الموجود في الكتب شويه، بس ده علشان ريفلكت الشكل البراكتيكال اللي انا بقابله في الكلينيك بتاعتي. العيانه لو جات لي بس بالمصل دومين حصل فيها حاجه، هستخدم ايه في الانفستيجيشن؟ هستخدم ايه في الايفالويشن؟ وهعمل تريتمنت ازاي؟ متفقين؟
متفقين يا دكتور. تمام. طيب العينه جت وهي شخصتها، فانا اول حاجه هبدا بيها هي الاسترويد. تمام. وقلنا لوجيك ان انا ابدا الاسترويد لانه هو انتي انفلاماتوري لكل النيت اميون ميكانيزم والادابتيف اميون ميكانيزم اللي انا ذكرتها لكم في الباثوجينيسيس. فانا مدي بريدنيزون اللي هو السترونج انتي انفلاماتوري ايجنت، فانا لوجيك ان انا اديه للعيانه عشان اعمل ايه؟ سبريشن، اعمل ريميشن للديزيز، اعمل اكيوت ريدكشن للانفلاميشن. تمام. حاجه اسمها اندكشن اوف ريميشن، سوري اندكشن اوف ريميشن. لازم اعمل اندكشن، لازم ابدا بحاجه سترونج جدا جدا علشان توقفي الانفلاميشن اللي حاصل فورا، عشان تمنع البروجريسيف انفلاميشن اللي ممكن يحصل لي ويوصلني للدمج في الاخر. طب ببدا بايه؟ 1 ميلي جرام بالكي جي بير داي. اوكي. طيب هل كل الحالات بحب ان انا ابدا 1 ميلي جرام بالكي جي؟ لا، انا ممكن ابدا بالبلس استرويد على فكره في السيفير كيسز، والناس اللي جايين متاخر شويه في ديلي دايجنوز عايز الحقهم بسرعه، والناس اللي عندهم هاي ريسك من ان انا اديهم اورال كورتيكوسترويدز لفتره طويله. اوكي. فابديهم البلس استرويد وبديهم معاهم ميستريكسات. تمام. اديتهم، المفروض ان انا في خلال شهر العينه دي ترجع للفول باور. العينه دي ترجع للفول باور اللي هي 5، يعني يحصل ريميشن. ده يبقى the very good response للتريتمنت. تمام. طيب عملت ايفالويشن بعد ما اديت الدوز بتاعت الاسترويد بتاعتي، ولقيت في امبروفمنت للسترينث بالمانوال ماسل تيستينج، وباللاب لقيت السي كي بقى نورمال، يبقى انا وصلت للديزيز ايه؟ ريميشن. هعمل ساعتها تابرنج للاسترويد دوز لحد ما اوصل للمينتنس ريجمنت. مينتنس ريجمنت اللي هو ايه؟ اللي انا هدي حاجه من اميون سبريسيف دراجز اللي معايا، ومفروض هبقى اقل افكتيف دوز للاسترويد اللي انا بفضل هي تبقى اقل من 10 ميلي جرام. تمام. طيب انا العيان اديته التريتمنت ولقيت الموضوع increasing weakness والسي كي elevated، يعني انا عندي اكتيف مايوسايتس لسه. يا اما انا ما اديتش الافكتيف دوز بتاعت البريدنيزون، وده للاسف بشوفه مع عيانين بيبداوا يعني لما يكون في سيفير حاله سيفير جايه لك اكيوت اونست بسيفير ويكنس، ابداي بالس سترويد. ليه تدي 1 ميلي جرام بالكي جي؟ ليه؟ البالس سترويد زي ما احنا قلنا يا جماعه بياكت يعني في حاجه اسمها جينوميك ونان جينوميك باسويز للسترويد. الدوزز من اول 30 لحد ال 110 بتعمل حاجه اسمها جينوميك باسوي للاكشن بتاع الاسترويد. ده الانتي انفلاماتوري افكت بتاعه بيبقى قليل، والسايد افكتس بتاعته بتبقى عاليه جدا. هتجيلك العيانه كوشنايد ومنفخه، وعشان تخلصي من الموضوع ده بتقعدي كتير جدا عشان تخلصي منه. في نفس الوقت النون جينوميك افكت اللي هو اكتر من 120 ميلي جرام، تمام، اللي هو بيعتبر بقى البالس سترويد دلوقتي في الايرا الجديده، ده بيطلع على النون جينوميك على طول. ده ليه انتي انفلاماتوري افكت رهيب، بيبدا بعد ساعه او ساعتين من البالس سترويد. فانت هتبداي بدري وهتعملي ريدكشن بدري وهتيفويد الايه؟ السايد افكتس، خصوصا لو جالك سيفير كيس. فانا ممكن في المنطقه دي اكون انا عملت ايفالويشن غلط وما اديتش الافكتيف دوز. تمام. او بقى العيان سيفير جدا وريفراكتري، فانا لازم اضيف اميونوسبريسيف معاه، فهدي ميستروكسيت. لقيت ستيل اكتف هدي الاستايبرين. في امبروفمنت خلاص هروح على المينتنس. مفيش ديتيريشن حاصل وسيفير ديزيز برضو الاقي ايه؟ عندي حل الاي بي اي جي. حصل امبروفمنت خير وبركه، ما حصلش هبروجريس بقى للكالسينيورين والانهبيتورز تي ان اف بلوكرز والتوكسيماب اللي هي ذا اند ستيج اللي انا بوصل بيها لعيان دي في الفيري فيري ريفراكتري كيسز. اوكي. فده السيناريو الثاني من الحاله. السيناريو الثالث، العيانه جات لي بعد ما اديتها الريجمن لقيت عندها الويكنس زي ما هو او بروجريسنج كمان، والسي كي نورمال. افكر على طول ساعتها في الاسترويد ايه؟ مايوباسي. الاسترويد مايوباسي دي هتدخله بالاي ام جي
هتلاقوا مفيش انفلاميشن عشان الاسترويد عمل انفلاميشن، مفيش حاجه وفيها الموتور يونتس اللي احنا قلنا عليها الميوباتيك باترن دي. وتاني حاجه بتفرق لي بيها اللي انا بعمل السي كي بيبقى نورمال، ده عشان افرق انا في اكتيفيتي جديده ولا العيان دخل في الاسترويد مايوباسي. طب اعالج ازاي لو انا الشخص اللي هو استرويد مايوباسي؟ بعمل جرادوال ريدكشن للدوز بالالترناتيف داي ريجيمن، ولو حصل امبروفمنت يبقى انا خلاص انا فعلا دخلت في الاسترويد مايوباسي ده، وبعمل مينتنس ريجيمن. والاسترويد مايوباسي ده يا جماعه برضو بيجي مع الاورال دوزز العاليه دي عشان تبقوا واضحين بالكم، يعني لو العيان ممكن ما يجيلكيش ويفضل الاورال دوزز دي لو انت خرجتيه او ما مرضيش يتحجز، المفروض ما دام هاي دوز ده يبقى هو ادميتد معاكي، ما تخرجوش على هاي دوز ابدا استرويد لان انت ما تضمنيش العيان. فالباس استرويد برضو بيخلصني بالموضوع ده، انت اول 3 ل 5 ايام خلصتي من الهاي دوز استرويد اللي انت تخافي منها ونزلتي له على اللو دوز، لو راح بيته مش هتعتلي هم يعني. اما لو حصل بقى continuous deterioration يبقى ده هنمشي في نفس بقى الباسوي اللي هو فيه deterioration او refractory myocytes. اوكي الجدول اللي جنبنا ده كل دواء والدوز بتاعته تمام، والادجستمنت بتاعه والمينتنس دوز وكل حاجه نوتس عليه، فدي برضو هسيبها لكم انتوا تبصوا عليها براحتكم. يبقى انا كده خلصت الدومين الاولاني من الديزيز اللي هو المسل افكشن. نحب نكمل، ده نفس الفيجر برضو بيشرح لي الموضوع انا ماشيه ازاي وايه البيزك تريتمنت والاديشنال والالترناتيف والمانيفيستيشنز القويه بقى الريفراكتري بلجا للثالث ده. ونخلي بالنا هو بيقول حته كويسه جدا هنا، الجنرال كير لازم اخلي بالي منها من دي 1 تمام، لازم هعمل ايميديت بيجان للفيزيوثيرابي والاوكيوبيشنال ثيرابي والسبيتش ثيرابي لو كان في ديسفونيا من اول من دي 1. اوكي لازم اخلي بالي من الاورجان مانيفيستيشنز الثانيه، انا مش بعالج مصل بيجي لي في المصل بس، سوري ديزيز بيجي في المصل بس، انا واخداها الدومين الاولاني، لكن في دومينز كتيره جدا وفي افكشن لكذا اورجان ثاني لازم اخلي بالي منهم، فانا لازم اعمل انفستيجيشن واعمل سيرش على بقيه الاورجنز. اوكي وكمان علشان ممكن يكون عندي حاجه اسمها بارا مالجنت درماتوسايتس، فلازم اعمل سيرش على الدرماتوسايتس عشان اتاكد ان هي مش بارا مالجنت. اوكي فالحاجات الجنرال دي اخلي بالي منها، والجول اوف ثيرابي عندي الامبروفمنت اوف ذا بين والمسل سترينس والاورجان مانيفيستيشنز كلها تنتهي، ده التارجت بتاعي اللي انا عايزه اوصله. تمام مكملين معايا؟ ايوه معاكي. يعني اكمل مفيش عندكم مشاكل؟ ماشي يا دكتوره كملي. ان شاء الله يا دكتور ان شاء الله ان شاء الله. تمام هنيجي على الدومين الثاني اللي هو الكيتينيوس مانيفيستيشنز. اوكي اللي انا قلت لكم ممكن تجي لي درماتوميوسايتس لوحدها من غير مصل، فمهم اعرفه شكل ايه الراش اللي بيجي لي. الهيليوتروبيك راش دي من الحاجات اللي موجوده في الكريتيريا وكاركترستيك جدا، بتبقى فايوليشيس راش كده موجود على الاي وبيبقى فيها بير اوربيتال اديما كمان. الجوترين بابيولز وهنعرف ايه الفرق بين البابيولز والساين. البابيولز بتيجي على الايه الانترفلينجل والميتاكاربوفلينجل جوينتس دول او الديستال انترفلينجل جوينتس. اوكي بتبقى بابيول يعني عاليه عن الجلد وبتبقى فايوليشيس كده وممكن يكون فيها سكيلز كمان، دي اسمها ايه جوترين ايه بابيولز جوترين بابيولز دي اللي عليها المسمى جوترين بابيولز. اما جوترين ساين فهي ايريسيمتس ماكيولز موجوده على القلب والني. فانا في الاكزامينشن اما امسك لك حاله درماتوميسايتس واقول لك اشاور لك على قديها هتقول لي جوترين بابيولز، لما اشاور على القلب او الني تقولي جوترين ساين، تبقى باتشز كده ايريسيمتس ما بتبقاش سكيلي قوي زي اللي موجوده على الجوترين بابيولز دي. ماشي بس من الحاجات برضو اللي بنشخص بيها درماتوميسايتس. طيب برضو بيجي لنا فيشل ارسيما اللي هي وشها كله محمر. اوكي ونفرقها عن بتاعه السيستميك لوبس اللي هتلاقوا النيزو ليبيا فولز كمان انفولفد معاكي مش سبيرد زي بتاعه السيستميك لوبس. اوكي عندي حاجات بقى مهمه قوي، حاجه اسمها الفي ساين والشاول ساين، يعني لازم وانا بعمل اكزامينشن اقول لك اعملي اكزامينشن لحاله درماتوميسايتس لازم تخلي العيانه اكسبوجر ذا ابر ترانك بتاعها عشان تقولي لي اللي انا شفت الباك بتاعها الابر باك
والانتيرو تشست بتاعها اخباره ايه، من الحاجات الكاركترستيك جدا. تمام. طيب حاجه اسمها بوليكيديرما، البوليكيديرما ده اتروفيك سكين، بتبقى في البروجريسيف ستيجز شويه، بيوصل بقى للتلانجكتيزيا والبيجمنتيشن، ده معناه ان في كرونيسيتي للديزيز، يعني مش ده اكتف. وخلي بالكم برضو يا جماعه اللي في كل دومين، انا بعمل ايفالويشن، انا في اكتيفيتي ولا في سيفيريتي؟ قلت لكم الكلام ده قبل كده في الفاسكولايتس، لازم وانت بتعمل تشخيص للعيان انت عندك حاجه بتعمل دامج، بتسيب ريزيدوالز، فما تعالجليش ريزيدوالز، ما تعالجليش دامج، عالج لي اكتيفيتي، عالج لي اكتيفيتي عشان ما توصلش للدامج. لكن لما يجي لك بدامج سكن هتدي له تريتمنت ليه قوي؟ فدي من الحاجات الكرونيك اللي مش 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 اكتيفيتي. في حاجه اسمها هولستر ساين، وعلى فكره الحاجات دي برضو بتجي لكم في الباوربوينت داتا شو اللي انتوا بتمتحنوا فيه. الهولستر ساين دي عباره عن رسامه سباتشز كده بتيجي في اللاترال سايد. اوكي. البيري انجلر انفولمنت. اوكي. في حاجتين اسمهم ميكانكس هاند والهيكرز فيت، ودول بيجوا اكتر مع الانسينستيز سيندروم اللي احنا نقول عليه كمان شويه. وفي ممكن الاقي كالسينوزس، وهنقولها في دومين لوحدها. والسكالب ممكن الاقي يا اما السكالب كله الهير لاس يعني، يا اما الاقي سكيلينج ايتشنج سنسيشن حاصل في السكالب. فكل دي من الساينز او الكتينيوس ساينز بتاعه الدرماتوميسايتس. اوكي. الستيج بتاعه السيمبتومز والساينز حطيناها هما كلهم في السلايد دي، اللي هيجي يشتكي منه العيان هو اللي انا هشوفه في الساينز. يبقى انا هاجي في مرحله الايفالويشن، زي ما انا قلت في سيمبتومز وساينز في ايفالويشن. اوكي. الايفالويشن اللي بستخدمه في الكتينيوس ديرماتوميسايتس ايه؟ حاجه اسمها كتينيوس ديزيز اريا سيفيريتي اندكس، سي دي اي اس اي. اوكي. ده بيعمل ايه ده؟ ده بيقول لي هل انا في اكتيفيتي ولا في دامج. والله لقيتي ارسيمه وسكيل والتريشنز او ايروجنز، يبقى انت في الايه؟ في الاكتيفيتي. لقيتي بيجمنتيشنز وكالسينوزس وليجن واضح او حاجه سكارينج، يعني لقيتي الكالسينوز او السكارينج او التلانجكتيزيا والديسبيجمنتيشن، يبقى انا في الايه؟ في الدامج. واضح الكلام؟ مقسمين لي بقى الاريا بتاعت السكين كلها اهي، بس حاطين هايلايتنج على الجوترونز بابيول هاند لوحدها، البيري انجلر الرسيمه اللي احنا قلنا عليها، والالوبيشيا عاملينها سيبريت لوحدهم عشان دول مهمين قوي ليهم سكور. سكور برضو هنا للاكتيفيتي وهنا للدامج، وهنا بقيه السكين اللي موجود في الجسم، وكل واحد فيهم هل 0 ولا 1 ولا 2 ولا 3 على حسب انت شايف ايه بالظبط فيه. هل انت شايف رسيمه والجريب بتاعتها ايه؟ سكيل والجريب بتاعتها ايه؟ التريشن والجريب بتاعتها ايه؟ اقوم حاطه هنا السكور وهنا السكور وهنا السكور، وهكذا في الدامج. واما اجمع الكولم ده على بعضه بحط التوتال دامج سكور هنا، واجمع الكولم ده على بعضه احط التوتال اكتيفيتي سكور هنا. مهم الكلام ده؟ اه طبعا مهم. ممكن ما تعمليهوش بالشكل المكالكع قوي ده، بس تبقي فاهمه ان انت وانت بتشوفي السكان انت في اكتيفيتي ولا في دامج. ولازم تعرفي يعني ايه اكتيفيتي. لما اقول لك الحاله دي عندها سكين بيجمنتيشنز مثلا في الفيس، هقول لك انت عايزه اعرف هل ده اكتيف مثلا فيشل رسيمه والهيدروتروبيك راش، هتقولي لي ايه؟ على حسب. لو انت لقيتي فيها رسيمه واضحه محمره وفيها سكيلز وفيها ايروجنز، هتقولي اه دي اكتيفيتي. لكن لقيتي عندي بيجمنتيشن اللي هو السواد او البني، اللون البني بتاع السكين ده، لا هتقولي ده دي بيجمنتيشن وموجود لسه زي ما هو، او تلانجكتيزيا ظهرت في وشها، اقول لك دي طب دي ايه؟ هتقولي دي دامج. فيفرق معايا في قرار العلاج ده كله، انا بعمل حتحت في الموضوع ليه؟ يفرق معاكي في العلاج. الاكتيفيتي اوف ذا ديزيز غير الدامج ليجنز اللي بقيم الديزيز. دايما تحطوا الكلام ده في دماغكم وانتوا بتعالجوا العيان. تمام. طيب العيانه خلاص انا عارفه اللي هي في الاكتيفيتي بتاعت السكن، ايه الحاجات اللي انا بلجا لها؟ وبرده لو انا بتكلم على سكن دومين، السكن لوحده هو اللي اكتف دلوقتي، انا لحد دلوقتي انا بفصص دومين دومين، عشان زي ما قلت لكم قبل كده ممكن يجي لي بدومين واحد بس هو اللي افكت.
لو جالي بالسكن اوكي هعمل ايه؟ اول حاجه هعمل السن بروتكتيف ميجرز، هاكد عليه اللي هو اللي هي بتحط السان بلوك بتاعها قبل ما تخرج، وهديها توبيكال كورتيكوسترويدز على حسب الجريب بتاعتها، هحط لها البوتنس بتاعتها قد ايه. لو والله في ريزيستنس للتوبيكال ميجرز دي ممكن كمان الجا للتاكرولامس التوبيكال. وحاجه مهمه قوي بتكنترول معايا الموضوع جدا وبتمنع على فكره كالسينوزس في العيانين، الانتي مالاريال الهيدروكين مهم قوي وحلو جدا في العيانين بتوع المايوسايتس او درماتومايوسايتس. اوكي، وممكن الجا لكورتيكوسترويدز بشكل خفيف كده لو انا ريزيستنت لكل الميجرز التوبيكال اللي انا قلتها دي. والله بعمل ايفالويشن من شهر لثلاث شهور، لقيت في ريسبونس خلاص لو انا بديها اورال ستيرويد هعمل تابرنج لحد ما اوصل للمينيمال افكتيف دوز، لقيت الموضوع لا سيفير وبروجريسيف ومش ما فيش اي تحسن بنلجا للميثروكسيت، ولو سيرد لاين بدي الاي في اي جي والتاكرولمس وريتكسوماب، لان هي غالبا مش هتبقى سكين بقى ساعتها، بس هتلاقي كل الدومينز افكتيف. واخر ميجر خالص برضو بلجا له عامه في الاكتيفيتي مش بس في السكن، التوفاسينيب والابريميليست، ده الابريميليست ده على فكره ده بيستخدم في سوريتك سكن كمان. اوكي، فده الدومين الثاني من الديزيز. اكمل اكمل ولا كده طولنا؟ ماشي. طيب تمام، معلش بقى شدوا حيلكم معايا عشان ايه نخلص ان شاء الله الديزيز دي النهارده. طب حاجه مهمه جدا 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 في عيانين الانفلاماتوري او الاميون ميديتد مايوسايتس انترستيشال لونج ديزيز، مهم جدا جدا جدا، ماشي سايد باي سايد في كل عيانين انفلاماتوري ماسل ديزيز. وهنشوف دلوقتي عباره عن ايه برضو عشان تبقوا فاهمين يعني ايه انترستيشن. انترستيشن ده سبورتنج تيشو اللي ماسك الالفيولاي والبلاد فيزلز والبرونكاي، هو ده البيز بتاعهم، ده اللي بيحصل فيه انفلاميشن وانفلتريشن للايه للانفلاماتوري سيلز. وبعد ما بيحصل لها ريزولف والجسم بينتراكت مع الانفلاماتوري سيلز دي بيحصل ريسبونس من الجسم اللي بيحصل فيها فايبروزس. فالفايبروزس ده يأفكت بقى البروكيولز والالفيولايز والحركه بتاعتهم والديستنشن بتاعهم، فيعمل لي بريثنج ديفيكولتي. فعشان تبقوا فاهمين يعني ايه انترستيشن، في حاجه اسمها برونكايتس لوحدها والالفيولايتس لوحدها والانترستيشن لونج ديزيز يعني ايه انترستيشن. تمام، طيب الباثوجينيسيس بتاعته ايه سريعا؟ التي سيل ليه رول مهم جدا في الانترستيشن لونج ديزيز ده. تمام، يعني وصلوا للدياجنوزس ده ازاي؟ اللي هم كانوا بياخدوا برونكي الفيولار لافاج من الناس اللي عندهم انترستيشن لونج ديزيز وكانوا بيلاقوا فيها سي دي 4 وسي دي 8 عاليين. اوكي، طيب نبص هنا على الباثوجينيسيس. والله قالوا ده السي دي تي والسي دي 4 والسي دي 8 بيحصل لهم ستيميليشن فبيطلعوا حاجه اسمها ايه الجو 1 انتي بادي، احنا قلناها في وسط الكلام مره. الجو 1 ده من الاوتو انتي باديز اللي بتطلع من المصل. اوكي، المصل دامج هتطلع الانتيجين ده والتي سيل هتنتراكت مع الجو 1 فهيعمل كيمو اتراكتنت للايه الدندريتك سيلز الاميون دندريتك سيلز، والاميون دندريتك سيلز بدورها هتعمل اكتيفيشن للسي دي 8 والسي دي 4 والسي دي 8 والسي دي 4 اللي هي تي او سايتو التي سيل اكتيفيشن هي اللي بتروح تعمل انفلتريشن للانترستيشن وبيحصل رياكشن جوه في اللنج ويحصل الدمج. تمام، ايه الاوتو انتي بوديز المهمه قوي في الانترستيشن لانج ديزيز؟ الدايره الرمادي دي هي الانترستيشن لانج ديزيز، والدومينز اللي حواليكي دول هم الاميون ميديتد مايوسايتس الامراض بتاعتها او ديزيزز يعني. اوكي، لو شفتي هنا هتلاقي الاوفرلاب مايوسايتس اكتر ناس بيحصل لهم انترستيشن لانج ديزيز ده. الدرماتومايوسايتس البارتيشن الثاني. الاوتو انتي بوديز المهمه الاي ار اس، وهنشوف ده اللي هو الانسينسيز سندروم. اوكي، واليو 1 ار ان بي بتاع الميكس كونكتد تيشو ديزيز، والام دي اي
5 هو اللي مسؤول عن الدرماتوميوسايتس وبقى مشهور قوي في الاميوباثيك درماتوميوسايتس زي ما هنشوف كمان شويه. فدول الانتي بوديز اللي مسؤوله عن الانترستيشال لونج ديزيز اللي موجوده في الاوفرلاب ميوسايتس واللي موجوده في الدرماتوميوسايتس. اوكي طيب زي ما قلت لكم الانترستيشال لونج ديزيز دايما احط في بالي دايما ان اي حد عنده انفلاماتوري ميوسي لازم ابص على اللونج، لازم اخلي بالي من اللونج. واللي انا قلته لكم اول مفاجاه من المفاجات اللي انا قلتها لكم في الاول اللي كلينيكالي اي مايوباثيك درماتوميوسايتس اوكي اللي هي الاي مايوباثيك كمان والهايبو مايوباثيك دول من اكتر العيانين اللي بيجي لهم انترستيشن لانج ديزيز. يبقى انت فرحانه قوي العيان جاي لك بسكين بس ما عندوش حاجه مصل وفي كارثه بتحصل جوه انترستيشن لانج ديزيز اللي ليها كومبليكيشنز قويه جدا. فانا لما تجي لي عينه لازم اعمل ايفالويشن، ما تجيليش بسكان واروح اديها توبيكال استرويد وهيدروكسكين واقول لها انت زي الفل ما دام ما فيش عندك مصل افكشن روحي وما تجيليش تاني. لا لازم اروح ابعتها للسي تي اعملها سي تي واعمل بيزل سي تي واخليها تيجي تعمل لي فولو اب على طول علشان اشوف هل ده انترستيشن لانج ديزيز ولا لا. اوكي تاني واحد حاجه اسمها الانتي سنسيتيز سندروم وهنتكلم عليه كمان شويه بديتيلز والاوفرلاب مايوسايتس. يبقى من اكتر الحاجات اللي بيحصل فيها انترستيشن لانج ديزيز هم الثلاثه دول الاي مايوباثيك درماتوميوسايتس والانسنسيتيز سندروم والاوفرلاب مايوسايتس. طيب السيمتومز العيانه ممكن تشتكي منها ايه؟ فيفر كف ديزنيا. والله ممكن يشتكوا وممكن ما يشتكوش وممكن شكوتهم تبقى من انترستيشن لانج ديزيز او من الجاسترو اوسفيجير ريفلكس. في ناس كتير جدا بيجي لك بالكف مش قادرين يوقفوها فبنفتكر اللي هي من الشست وبتبقى من الجاسترو سيرجير ريفلكس اللي عندهم ده. ولما بنديهم ادويه بكنترول الريفلكس ده بيهدوا كتير جدا عن ما هم متخيلين يعني. تمام طيب انترستيشن لانج ديزيز مي بي اسوشيتد ويز فينوتايب من الدرماتوميوسايتس اللي هو زي ما قلت الهايبو والامي باسيك فورمز والانتي بادي المهم فيهم اسمه انتي ام دي اي 5. الفكره في الناس اللي عندهم الام اي دي 5 دول اللي هم الامي باسيك دول بيجي لهم رابيدلي بروجريسيف انترستيشن لانج ديزيز فانا لازم الحقهم من بدري جدا علشان ما يدخلوش في الستيج دي. اوكي طيب تاني فورم قلت لكم الانتي سنسيتيز سندروم ده عباره عن سندروم. ماله السندروم ده؟ بيجي لك بترياد arthritis وميوسايتس وانترستيشن لونج ديزيز. فانا لو انا اجنورد اللي انا اعمل سي تي الترايد ده هيلوس مني وهتدخلي الديفرنشال دياجنوز بتاع arthritis وميوسايتس وعيشي بقى. لكن لما ما انت اورينتد على طول لاي عيان ميوسايتس الانترستيشن لونج ديزيز لازم اعمل له ايفالويشن فيه فانت ممكن تكاتش الموضوع على طول. الانتي بادز اللي عنده في حاجه اسمها اي ار اس اللي هو الاختصار بتاعهم اللي هي انتي امينو اسايل tRNA synthetase antibodies ده الاختصار بتاعهم اشهر واحد فيه اللي هو الانتي جو 1. اوكي طيب الاوفر لاب مايوسايتس مين هم الانتي بودز المشهوره فيهم على حسب كل زي ما احنا قلنا اللي هي الانتي بي ام سكيوديرما والانتي ار ان بي والانتي كيو. اوكي ده نفس الفيجر اللي بيبين لكم انهي ديزيز او انهي سب كاتيجوري من الديزيز ريليتد لانهي نوع من الانتي بادز والبريفلنس بتاع الانترستيشن لانج ديزيز بتاعها كام في الميه والفايبروزس ممكن يحصل كام في الميه من العيان دول. تمام طيب نرجع لمرحله الايفالويشن. يبقى انا في كلينيكال مانيفستيشن العيان جاي بكف اكسبكتوريشن وانا اورينتد اللي فيه انترستيشن لانج ديزيز وممكن احط السماعه واسمع بقى الكريبيتيشنز او حاجه لو انا عندي اكتيفيتي. هاجي بقى للايفالويشن انا مش مجرد بس اعتمد على السيمتوماتولوجي ولا الساينز اللي انا شفتها لازم هلجا لحاجه تعمل لي ايفالويشن. هل انا في اكتيفيتي ولا في كرونيسيتي؟ دايما ايفالويشن فايدته ايه؟ اما اسالك انت بتعمل ايفالويشن ليه؟ عشان ترد عليا تقول لي كده عشان اشوف انا في الاكتيف ستيج ولا في الدامج ستيج. لو في الاكتيف ستيج طب انا عايز اعرف انا في الاكتيف ولا في الدامج ستيج ليه؟ علشان بلان اوف تريتمنت. واضح الكلام؟ الاورال كويشنز تبقى دايركتد بالشكل ده، لازم يبقى في عندنا حوار بينا وبعض، تبقى انت فاهمه احنا بنعمل كده ليه. فالايفالويشن اكتر حاجه بتعمل ايفالويشن هو السي تي سكان. تمام؟
ده the major tool of evaluation وبيدينا شكل لل interstitial lung disease بيدينا pattern يعني بتوع الأشعة زمايلنا بتوع الأشعة بيبصوا على سيتي وبيلاقوا الحاجات دي لقوا basal ground glass opacities يقول لك ده non-specific interstitial pneumonia يلاقوا مثلا consolidation and extensive ground glass opacities يقول لك لا ده acute interstitial pneumonia فهم بيشوفوا حاجات ليها pattern معين وكل pattern من دول associated بايه disease associated interstitial disease sorry associated ب immune mediated myositis معينة اوكي فاهمين البوينت الأخيرة دي ولا لأ؟ يعني مثلا ادي اهي الانسنستيس سندروم وده الـ MDA 5 اللي هو في الأمايوباسيك اوكي؟ 50% من العيانين عندهم انسنستيس سندروم هتلاقي عندهم بيزل جراوند جلاس اوباستس دي فما تلاقي انترستيشن لانج ديزيز انت توقعي الانسنستيس هتلاقي فيه التايب ده من الانترستيشن لانج ديزيز الـ MDA 5 هتلاقي اكتر حاجه افكتد هي او عنده حاجه اسمها اورجانيزنج نيمونيا اللي هي الالفيولار كونسوليديشنز اوكي طيب بالنسبه للناس اللي عندهم انسنستيز الناس اللي عندهم ساينز اوف فايبروزس خمس اكتر من 75% من الانسنستيز سندروم بيشنتس ممكن يحصل لهم فايبروزس و40% من ام دي اي ممكن يحصل لهم فايبروزس فاهمين الريليفنت عامل ازاي ازاي تعملي كونكشن بالاوتو انتي بادز بالكلينيكال بيكتشر بالسي تي طيب عملت انا ايفالويشن للعيان وعرفت هو اكتف ولا مش اكتف من السي تي طب السيفيريتي هعمل لها اكتف يعني اعمل لها ازاي السيفيريتي في المسل قلنا بالمانوال هل المسل تيستنج بيتحسن ولا مش بيتحسن في السكن قلنا في دامج سكور اعلى ولا اكتيفيتي سكور اعلى صح عشان يعرف ده سيفير ولا مش سيفير طب الانترستيشن لانج ديزيز بعمل ايه اول حاجه بعملها البالمونري فانكشن تيست البالمونري فانكشن تيست اللي بيحصل فيه في تو باترنز في ريستريكتيف باترن وفي اوبستراكتيف باترن اوكي ريستريكتيف باترن لما بيحصل انترستيشن لانج ديزيز لكن الاوبستراكتيف لما يكون في عندي اكلوجن للبرونكاي جوه بعد اذنكم يا جماعه نعمل ميوت الريستريكتيف باترن ده ليه شكل كاركترستيك بعد اذنكم يا جماعه اللي فاتح المايك تمام شكله ايه بقى يطلع لي شكله ايه التوتال لانج كاباسيتي بتبقى اقل من 80% وممكن كمان الفورسد فايتال كاباسيتي تتاثر والله التوتال لانج كاباسيتي دي اكتر حاجه دياجنوستيك الصراحه يعني انا لو لقيتها هتبقى حاجه كويسه جدا بس الصراحه اللي بيتطبع عندنا واللي سهل بيتعمل بالسبايرومتري هي الفورسد فايتال كاباسيتي اوكي طيب هل انا ممكن افرق هل ده انترستيشن لانج ديزيز من ماسل امبيرمنت عشان قلت لكم مره الريسبيراتوري ماسلز ممكن تافكت كمان في المايوسايتس الناس اللي عندهم مايوسايتس ممكن تبقى سيفير لدرجه ان الماسل بتاعه الريسبيريشن تتاثر فانا عايز اعرف الريستريكتد باترن ده من ايه هل الماسل انفيرمنت هي اللي حاصله ولا الانترستيشن لانج ديزيز اللي حاصل ساعتها ببص على الفورست فايتال كاباسيتي دراماتيكلي لوور ذان ذا اكسبكتد از كومبيرد باي سي تي سكان لقيتها اقل كتير جدا من الايفكت اللي موجود في سي تي سكان مش السي تي سكان ممكن يكون نورمال وهي يكون افكتد مثلا او بيلجوا حاجه اسمها ديابيتس اف في سي بتبقى اقل من الكونفشنال اف في سي اوكي فده بوينت ديفرنشيشن بين ذا انترستيشن لانج ديزيز اند ذا ماسل ريسبيراتوري ماسل امبيرمنت في عيانين المايوسايتس طيب مين تاني بلجا لها من البالمونري فانكشن الديفيوزنج كاباسيتي اوف ذا لانج فور كربون مونوكسايد اوكي ده يعني بيسهل لي جدا ان انا اعمل ايفالويشن للسيفيريتي at any time of the disease يعني لو لجأت لها هتديني impression على طول فلازم اخد baseline ليها ولازم اتابعها علشان اشوف البروجريشن بتاع السي دي عامله ايه وكمان بتسبكت البلمونري هايبرتنشن في العيانين اللي دخلوا في complication اوكي كمان في حاجتين بيقيسوها في البلمونري تيست اللي هي الماكسيمال ستاتيك انسبيراتوري بريشر والماكسيمال ستاتيك اكسبيراتوري بريشر وهما الاثنين بيقلوا في كمان تيست بستخدمه في السيفيريتي حاجه اسمها 6 minute walk تيست
بخلي العيان يمشي لمده 6 مينت، والحاجات اللي انا بستخدمها للحساب بتاع التست ده الديزنيا والنادر اوف الاكسجين والووك ديستنس، مشي قد ايه والمده قد ايه، ودي بتدخل بارامترز معينه كده بحسب منها ال 6 مينت ووك تيست، وده برده بيديني امبريشن عن السيفيرتي. فالكونكلوجن اللي انا قلته اللي انا ممكن اعمل ايفالويشن للسيفيرتي ازاي بالفورس فايتال كاباسيتي والدي ال سي او و6 مينت، دول بيعملوا اسيسنج للريسبيراتوري سيفيرتي والدياجنوزس، وممكن استخدمهم كمان للفولو اب بتاع ريسبونس للتريتمنت. تمام. ايه الكومبليكيشن اللي انا خاف منها؟ ليه العيانه دي خاف اللي هي تدخل في انترستيشن لانج ديزيز ولازم الحقها بدري؟ يا اما هيحصل لها بروجريشن تو فايبروزس وتبقى طول عمرها بتشتكي، يا اما يحصل لها نيمونيا واوبورتونستك انفكشنز واسبيريشن، يا اما يحصل لها بالموني هايبرتنشن، والثلاثه اوحش من بعض. الثلاثه اوحش من بعض. تمام. طب اعالج العيانه ازاي؟ لازم اول حاجه اديها الفاكسين بتاع الفلو اند الانتي نيموكوكال فاكسينيشن، لازم اعمل لها فاكسينيشن. طيب تاني حاجه النيوموسيستيتس نيمونيا لازم اعمل لها بروفيلاكسيس لاي عيان خلاص انا بدأ له سترويد اكتر من 20 لمده اكتر من 3 اسابيع او بدات لها اميونوسبريس، خلاص بديها السترا اللي هي زي ما احنا قلنا الدبل سترينث والسنجل سترينث دوزز اللي الدكتور احمد اتكلم عليها، فانا لازم اعمل لها بروتكشن عشان ما تدخلش في الاوبورتونستيك انفكشنز اللي انا هخاف منها، ده اول حاجه. طيب جالي بالبرزنتيشن اوكي عندي بعد ما عملت السي تي وعملت الايفالويشن بتاع السيفيريتي والحاجات دي، بقيت انا يا اما في اكيوت او سيفير انترستيشن لانج ديزيز، خلي بالكم من المسميات، يا اكيوت انترستيشن لانج ديزيز يا اما فيري سيفير انترستيشن لانج ديزيز وذ اور ويزاوت ريسبيراتوري فيلير، هعمل ايه؟ هدي هاي دوز سترويد، وممكن كمان الجا الادي الاندوكسان، ولو فير هدي ريتوكسيماب، لو فير هدي السايكلوسبورون. والله لو اديته الهاي دوز سترويد مع بلس مثلا اندوكسان وتحسن يبقى خلاص العيان بقى كويس امبروفد اون كلوز كلينيكال فولو اب، يس هدي ايه؟ هعمل له تاني بالموري فانكشن تيست كل 3 ل 6 شهور، لقيت الموضوع فيه امبروفمنت هعمل تابرنج للسترويد اللي انا اديته له، وهمشي على الاسترويد سبيرنج ايجنت اللي انا هختاره. اوكي تمام. غالبا بندي الاميران فيهم. تمام. طيب العيانه لا ما اتحسنتش، او بعد ما حصل كده حصل لها ديتيريوريشن تاني، فانا هعتبر ان انا في تريتمنت فيلير، فهب بروجريس للسكند ستيب. لو انا اديت سايكلوفوسفامايد هلجا لريتوكسيماب، لو لقيت اديت ريتوكسيماب هدي سايكلوسبورين او تاكلاماس، او هكونسيدر الاي في اي جي اوكي، او في الاخر خلاص فيلير هعمل ترانسبلانتيشن. فدي البروسيدير اللي انا ممكن امشي فيها. والله طب من الاول خالص العيان وانا بعمل له ايفالويشن جالي في مرحله الكرونيسيتي او جالي بمايلد تو مودريت انترستيشن لانج ديزيز، وده اللي هيقوله لي العيان الدكتور بتاع السي تي اللي هيعمل لي سي تي، هيقول لي انت في انهي ستيج، وعيان والدكتور بتاع الصدريه هيقول برده هيشترك معاكي في الراي، مش انت بس اللي هتدي القرار. فساعتها بتدي استرويد وبتدي بقى الاميون سبريسيف دراجز اللي هي الاسبرين العادي او الام ام اف لمده 3 ل 6 شهور، واعمل ايفالويشن تاني بالمارين فانكشن تيست ونشوف احنا ماشيين في انهي ليفل. اوكي. طب ايه الجديد في الموضوع؟ حاجه اسمها بازيليكسيماب، ده مونو كلونال انتي بودي تارجتنج سي تي 25. انا قلت لكم في الباثوجينيسيس اللي مين الاكوزد سيل التي سيل، اوكي، فهم قالوا اللي ده مونو كلونال انتي بودي ضدها، فممكن يعمل لنا تريتمنت الانترستيشن لانج ديزيز، او التوفانسيناب التوفاسيتيناب اللي هو الجاك انهبيتورز برضو بيعمل بلوكج للانترفيرون اللي بيعمل ستيميليشن للتي سيل. اوكي. طيب هل ممكن استخدم الانتي ان اف عيانين الانترستيشن لانج ديزيز؟ لا، مش ريكومندد اللي انا استخدمه، علشان ده بيعمل لي اجريفيشن للمسل افكشن لو عندها مسل افكشن. من الحاجات اللي بيستخدموها برضو او بيحاولوا يستخدموها الانتي انترفيرون الفا والانتي انترليوكن 6 والانتي بي زي الدراجز اللي موجوده في السوق اللي تكسماب وغيره. تمام.
أنا هضطر أقف لحد هنا لأن أنا حاسة إن الناس بدأت تسيب المحاضرة وأنا طولت عليكم فعلا. يا ريت تعملوا ريفيجن للبارت اللي أنا هنزل لكم البارت ده PDF نراجعه. أوكي هعمل بوز للريكورد. أوكي يعني لحد هنا أنا هقف. إحنا كده خدنا الدومينز بتاعت الدرماتوميوسايتس، خدنا الماسل دومين وخدنا السكين دومين ودخلنا على الانترستيشال لانج ديزيز اللي هي مع العيانين، معظم العيانين اللي عندهم ماسل افكشن، وهنبروسيد بعد كده لبقيه التايبس والافكشنز او الاكسترا ماسكولار مانيفستيشنز اللي بتحصل في العيانين دول. في اي سؤال مش واضح في اللي انا قلته؟ حد يرد عليا يا شباب؟ انتوا سبتوني ومشيتوا؟ لا الدنيا تمام يا دكتور. طيب يعني احنا حابين نشكر حضرتك على المجهود الكبير، والله تعبنا حضرتك، الف شكر يا دكتور، ربنا يبارك فيك وينور عليك. مفيش تعب، يا رب ان شاء الله تكون بفايده. بس اي حاجه تكون مش فاهمينها او في بوينت مش فاهمينها، الموضوع محتاج مذاكره، محتاج مراجعه، محتاج ان انتوا تحطوا سكيما في دماغكم ازاي تفكروا في العيان لما يجي لكم. لو سمحتوا يعني نحدد مع بعض على الجروب، انا عايزه المحاضره تبقى يعني على طول، فهنشوف لو مثلا نقدر ندي يوم الخميس، لا او بكره مثلا ممكن نديكم بقيه المحاضره، هندسكاس مع بعض على الجروب عشان خلاص خلصنا الموضوع على بعضه. بعد اذنكم انا هديكم البارت ده من المحاضره PDF، مش هنزل طبعا الريكورد النهارده علشان اعمل ريكورد على بعض، وانا ما اعرفش هي سيبريت للجزئين ولا ايه، هشوف بعد ما اخلص. الجزء اللي انا اديته ده ذاكروه كويس قوي 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 علشان تبقوا هضمتوا الجزء الاساسي من الموضوع، ويبقى بعد كده ديفرنشال دايجنوستس اللي احنا قلناه عشان نعرف الديفرنت تايبس. اوكي ان شاء الله يا دكتوره، الف شكر وعارفه حضرتك. شكرا، ربنا يوفقك، ربنا يوفقك، يلا الف شكر يا دكتوره. السلام عليكم، مع السلامه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألف شكر يا دكتور، عليك السلام.